واضح متهيألي يا عبد العزيز كده؟ صوت كويس يا فرصة ممتاز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي بقى الفيدنج بيدياتريك فيدنج اند سوالينج ديس اوردرز اسسمنت اند مانجمنت. انا حبيت ان انا ايه اقول اللي هي الفرق بس في الاول بين الفيدنج والسوالوينج، لان انا ابتديتها بطريقه مختلفه شويه على اساس اللي بيجي لنا من الريفيرنس، سواء جاينا من الاطفال او النيورو او من الحضانه او كده. فبقول العيان بيبقى بريزنتد ازاي، هل هو فيدنج ولا هو سوالوينج، عشان لازم نفرق بينهم ولا الاثنين. فلازم نبقى عارفين الطفل اللي جاي ده جاي بريزنتنج بايه، وجاي بيشتكي بايه، وجاي من فين. فاحنا قلنا لو هو فيدنج اول حاجه، هل هو عنده مشكله في السكلينج والويك سكلينج او نو سكلينج اتول؟ طيب هل هو ممكن يكون عنده جود سكلينج بس اول ما بيبتدي يرضع بيجي له تاكيبنيا، براديكارديا، ابنيا، الاكسجين ساتوريشن بيقل، وممكن يكون معاه سوالوينج ديس اوردر، يعني ممكن يكون معاه تشوكينج واسبيريشن. طيب لو هو نيونيت، نوصف الايدج كمان، هل هو نيونيت جاي لنا من الحضانه؟ هل هو انفنت يعني صغير خالص اقل من سنتين، ولا هو التشايلد اكبر شويه من الايه من السنتين؟ فنشوف على حسب السن وعلى حسب البرزنتيشن اللي جاي لنا، هل في ساكلينج؟ ما فيش ساكلينج خالص، لا جود ساكلينج وين بمشاكل اخرى، ولا عنده الاي دي اس اي اللي هو ايتنج ديس اوردر اوف ايرلي تشايلد هود، ولا هو سوالوينج بروبلم اللي احنا بنسميها اللي هي الفانكشن او اورجانيك، ممكن يكون جاي له باسبريشن او من الهيستوري، لا ده جاي لي بريبيتد نيمونياز، جاي باني برزنتيشن. تمام، فلازم نبقى واضحين اني كاتيجوري فيهم واني برزنتيشن اني سيمتوم. طيب لو احنا قلنا او استرجعنا الكومن كوزز اوف بيدياتريك ديسفيجيا سواء فيدنج او سوالوينج، النيرفس سيستم ديس اوردرز اللي عارفينها، سيريبرال بولسي، تروماتيك برين انجري، ماسل ويكنس ان ذا فيس او ذا نك، ستراكشرال ابنورماليتيز زي اللارينجو ماليشيا، لارينجال كلافتس، تراكيو ماليشيا، تراكيو اسفجيال فيستولا او اسفجيال اتريزيا، اللي هي الكومن كوزز اللي احنا عارفينها، وهي رصه في الكتب هتلاقوها رصه كبيره. طيب هل هو داون سيندروم؟ ممكن الداون سيندروم برضو بيجي بويك ساكلينج في الاول او ما فيش ساكلينج خالص لو هو معاه في اس دي وبيبقى معاهم تشست بروبلم زي ما احنا عارفين. طيب اهو ادي الولد جاي ويك ساكلينج خالص مش قادر تسك، لكن نركبوا له نيزو جاستريك تيوب عشان النيوتريشنال سبورت بتاعه، وعلشان نشتغل على الاورال فيز اوف سوالوينج، مش هنسيبه كده، احنا هيشتغل بالرايل تيوب لمده 4 شهور لان هيعمل في اس دي لغايه ما يعمل لها كوركشن، لكن من ساعه ما يركب الرايل لغايه ما يعمل لها كوركشن هنشتغل بالاورال سنسوري ستيميوليشن عشان هو مركب الرايل يعمل لها نيوتريشنال انتيك، وبعدين لغايه ما يعمل السيرجي وبعدين يعمل ريموفال للرايل تيوب. تمام، طيب عارفين الكلافت ليب والقلب، سواء كلافت ليب او بري الفيولار كلافت او بوست الفيولار كلافت، برضه دي بتعمل اورال فيز اوف سوالوينج على اساس ان بتبقى مشكله في الفيدنج، ما بيقدروش يعملوا سكشن عشان ما فيش نيجاتيف انترا اورال بريشر، وده واضح سواء بوست الفيولار او بري الفيولار او الفيولار كلافت. تمام، طيب ده جالنا كان عندنا عيان قبل ما الكوفيد تبتدي، كان جولدن هارت سيندروم وكان نادر جدا، انا ما شفتوش غير مرتين في حياتي، لكن بالصدفه شفته كانت جاي في التخصصي، وكان فعلا بالمنظر ده بالظبط اللي انتم شايفينه ده، الكتب دي كنت جايباها الصور دي من كتب، لكن هو فعلا كان بريزنتك بالمنظر ده، هيمي فيشال مايكروسوميا وكلافت ليب وباليت زي ما احنا شايفين ومايكرو اوتيا وكاردياك ديفكتس وعنده ديسفيجيا وجاي مركب النيزو جاستريك تيوب وما كانش فيه فيدنج خالص وعنده اسبريشن بروبلمز، يعني فيدنج وسوالوينج بروبلمز. تمام، فلازم تبقوا يعني عارفين ايه اللي ممكن يحصل في الجينيتك سيندرومز، هل ممكن بيبقى معاها ديسفيجيا ولا لا، لان ممكن يكون الطفل عنده سيندروم وجاي بريزنتنج بديسفيجيا. تمام، طيب خلوا بالكم من الكوستيك انجشن والبيرنز، للاسف لسه بنشوف الاطفال دول اللي بيبلعوا بوتاس في البيت، فلازم نبقى عارفين الهيستوري. يقول لك طبعا الام اللي كان بيشرب حاجه زي بيضه زي اللبن افتكرها اللبن وطلعت هي بوتاس. للاسف ان احنا بنشوف زمايلي في الاشعه بيقولوا مرتين او ثلاثه في الاسبوع لسه بنشوف بيبيهات او اطفال بيشربوا البوتاس.
طيب الفاكتورز افكتنج نيورو ماسكولار انكوردينيشن اهمها البريماتوريتي واللو بيرث ويت، فدي برضو بتعمل ديسفيجيا او بتعمل فيدنج وبتعمل سوالون بروبلمز. طب ممكن يكون اماتيور نيورو ماسكولار كنترول ويزاوت بريماتوريتي، فمش لازم يكون بريماتيور، ممكن اماتيور نيورو ماسكولار كنترول لوحدها. طب السنسوري ايشوز برضو موجوده زي بيهيفيرال فاكتورز، فود ريفيوزل او ديفيكلت بارنت انتراكشن ديورينج ذا ميل تايمز برضو بتعمل فيدنج بروبلم. تمام. طيب ايه الباثوفيسيولوجي اوف فيدنج ديفيكلتيز؟ البريماتوريتي بتعمل ايه بالذات؟ بنتكلم على البريماتوريتي. النيورولوجيكال اماتوريتي دي تو ذا اندر ديفلوبد سي ان اس ماي ليد تو فيدنج بروبلمز. ليه؟ لان بتعمل انابيليتي تو سك او سوالو او ويك سكلينج. ليه؟ لان البريماتور ده بيبقى عنده نيورولوجيكال اماتوريتي برضه للاندر ديفلوبد سي ان اس. وبتعمل اهم حاجه الانكوردينيشن اوف سك سوالو بريث سيستم. لازم يبقى الطفل مولود بعد 37 اسبوع، لو هو بعد 37 اسبوع بتبقى ديفلوبد السكينج سوالو بريذنج ريذم. فلو هو قبل ال 37 اسبوع بيبقى الريذم ده مش ماتيور، فدي بتعمل دي ساتوريشن وبتعمل ابنيا، بتعمل براديكارديا واسبيريشن. فلازم الريذم ده يبقى موجود. بيعمل ايه؟ ساكلينج 7 ل 10 بيرتس 7 مرات او 10 مرات، يوقف يبلع وبعدين ياخد نفس. تمام. اهم حاجه يبقى الريذم ده متظبط، يبلع يوقف النفس وبعدين ياخد النفس بعدين. كل ده طبعا زي ما الطفل بيبي اهو في الحضانه عنده الرايت تيوب ومش قادر ان هو يبلع، لازم نشتغل على الاورال فيز وهو بيبلع عشان نشتغل على الاورال فيز وهو اثناء كده بياخد النيوتريشنال انتيك بتاعه في الرايل، يعني النيزو جاستريك تيوب شغال عشان يدي النيوتريشنال انتيك ونمنع الديهايدريشن وناخد الريكويرمنتس بتاعته عشان ما يخسش. اهم حاجه عشان ما يخسش اثناء الحضانه، عشان بيحسبوها بالكالوريز ويحسبوها بالجرامز، خاصه في الاولاني في الاول الايام الاولانيه من البيبي بيحسبوها ان كده كده بيخس بعد الولاده، فلازم ما يحصلش نيوتريشنال النيوتريشنال انتيك ما تقلش وما يحصلش ديهايدريشن وويت لوس. فلازم نحافظ على الكالوريك انتيك عن طريق النيزوغاستريك تيوب ونشتغل في الاورال فيز. طيب كل ده بيؤدي الى ايه؟ لو هو بريماتيور وقاعد في الحضانه كتير هيؤدي لديفيكلت ترانزيشن من التيوب فيدنج للاورال فيدنج. طيب ليه بقى؟ فاكرين دكتورنا دكتور حبيبنا دكتور تامر لما قال في حته الكريكوفرينجل ديسفانكشن، لما قال الكريكوفرينجل ازاي بتفتح والميكانيزم بتاعها بتفتح ازاي عشان تفتح بتاعتها الهايور رينجل اكسكرشن بيحصل. فاكرين لما قال الكريكوفرينجس ماسل دي ريسبيراتوري ماسل از اولويز ان ان تونيك كونتراكشن، قافله على طول، امال تفتح ايه؟ 0.1 of a second before the hyolaryngeal excursion ده اللي بيحصل. فهي مجرد هي it relaxes 0.1 of a second عشان تسمح للhyolaryngeal excursion يحصل. طيب لما هي تفتح وتمنع يعني تدي اتاحه للhyolaryngeal excursion تحصل، فبتفتح الكريكوفرينجس بايه؟ بحاجتين، باكويشن الانترا اورال الانترابولس بريشر اللي نازل من فوق معاها الانتيريو تراكشن فورس، لازم الاثنين دول بلس دي او دي بلس دي يبقى اكتر من او مساوي للريزيستنس في الفرنجو اوستوفيجال سيجمنت، فلازم دي تبقى اكتر من الريزيستنس فتفتح الكريكوفرنجس ماسل. تمام. طيب الكلام ده قالته كاتروي ناسيل لما جابتها لنا دكتوره ايه حبيبتنا في جامعه القاهره، فعملت قالت لنا الايكويشن دي على اساس ايه فتحه الكريكوفرينجس اللي هي لازم تريلاكس عشان تسمح بالابر الهايولارينجل اكسكرشن بالابر اليفيشن بتاع اللارينكس والموفمنت فوروردز، يعني موفز فوروردز اند ابوردز عشان تفتح الكريكوفرينجس. فجه فرنتي دكتور احمد دمرداش حبيبنا من الجيش جابه لنا في المؤتمر بتاع الماسا، قال لنا ايه بقى؟ قال لنا في البريماتشور انفانتس دي الابر اوسيجيال سيجمنت از نوت فولي ريلاكسد، لان احنا في الصوره اللي فاتت لازم تو ريلاكس عشان تسمح بالهايولارينجال اكسكرشن. لكن فرنتي قال ايه؟ في البريماتشور انفانتس دول الابر اوسيجيال سيجمنت از نوت فولي ريلاكسد، يعني قافله. فاذا لو هي قافله
هتمنع الهايولارينجال اكسكرشن، بالتالي الانترا اورال الالترا بولس بريشر مش هيسمح ان هيبقى مش انف انه يسمح انه يفتح الكريكوفرينجز، فهيبقى ايه في ريزيستنس في الايه في الكريكوفرينجز. فبيقول في البريماتشور انفنتس الابر اوسيجيال سيجمنت از نوت فولي ريلاكسد when the propulsive forces of the bolus in the pharynx are at their peak. حتى لو هم at their peak they are not able to open the resistance في the cricopharynges. طيب this immature neuromuscular control of swallowing لان هم prematurity فعندهم ال immature neuromuscular control ده بيعمل ايه بقى؟ decreased hyolaryngeal excursion فبيعمل penetration بما ان الحنجرة ما ارتفعتش كويس فما قدرتش تقفل كويس فممكن يعمل penetration ويعمل aspiration وده يعمل لك repeated pneumonias فده الباثوفيسيولوجي في حتة عدم فتحة الكريكوفرينجز فالإليفيشن بيتأثر فممكن يدي ممكن penetration ممكن aspiration على حسب السيفيريتي بتاعت الكيس لكن دي الباثوفيسيولوجي بتاعت الإيماتيوريتي في الحتة بتاعت الايه الأوبنينج بتاعت الكريكوفرينجز تمام؟ طيب ايه اللونج تيرم افكتس بقى البريماتوريتي دي الكونسيكونسز بتاعتها بتعمل ايه الانبليزنت ميديكال بروسيجرز الكاريد اوت ان اراوند الاورال اريا في النيكيو اللي هي نيونيتال انتنسيف كير يونت على طول في ساكشنينج على طول في ساكشن سواء اورال ساكشن او نيزل ساكشن او اندوتريكيال انتوبيشن او الفيدنج تيوبس اللي هي داخله في النيزوجاستريك تيوب او التيبس اللي هم بيحطوها سواء على الشفه او سواء على الخد كل ده بيعمل سلافنج للميكوزا وبيعمل نيجاتيف افكشن او نيجاتيف consequences للبيبي بيبقى عنده negative effect فبتعمل oral motor control بيعمل negative effect على oral motor control والsensation بعد كده بالطفل بيجي لنا developing oral aversion ولونج تيرم feeding problems ليه حتى دي كانت plastic surgeon كان في مؤتمر اطفال جايبين السيره بتاعت البريماتوريتي ومشاكل البريماتوريتي من ضمنها السلافنج بتاعت الميكوزا لما بتكون التيبس موجوده على الاورال اريا يعني على الليب اريا او على الخد بتعمل سلافنج على اللونج تيرم بتاع حط النيزوجاستريك تيوب فيكس ات شيلها حطها شيل حطها فبتعمل سلافنج فكانوا جايبين البلاستيك سيرجن من ناحيته يتكلم طب نعمل ايه للمشاكل من ضمن المشاكل بتاعه البريماتوريتي في النيكيو من ضمنها حكايه الفيدنج تيوبس وقال ازاي بيحصل نيجاتيف افيرجن او اورال افيرجن من الحته دي التيوبس اللي داخله واللي خارجه وبننظف وبنعمل ساكشن فالطفل بيعمل له نيجاتيف نيجاتيف افكت بحيث ان هو نيجاتيف اكسبيرينس في الحته دي من كتر المشاكل اللي بتحصل اثناءها تمام؟ طيب وخلوا بالكم الانابيليتي تو مينتين ادكويت نيوتريشن لان بيخس الطفل لو ما خدش الادكويت نيوتريشن بتاعه وانابيليتي تو مانج ادكويت فوليومز بتسالي عليها ازاي؟ على طول البيبي بيقول لي او الام بتقول المفروض ال 50 مللي اللي بيخلصهم فعلى طول لا ده بنقعد ساعه يفضل يشرب فيهم بياخد وقت عشان يخلص الدايت بتاعته فدي بتاثر على الجروث poor weight gain velocity ودي في امريكا مثلا ممنوع الطفل يطلع من الحضانه او يطلع من المستشفى الا لو الجين بتاعه الويت بتاعه بيبقى معين على بالنسبه لسنه ما يطلعش لو هو اندر ويت فدي مهمه جدا في كبريكوزيت انه يخرج من الحضانه او يخرج من المستشفى لو خلص من الحضانه فكل ده بيعمل ايه ديلينج في الهوسبيتال ديسشارج فبيفضل قاعد لغايه ما الجين ويت بتاعه او الويت جين بتاعه بيبقى معقول فاذا كل المشاكل دي بتقلل كمان الويت جين وبيقلل بتعمل دي هايدريشن وممكن تعمل اسبيريشن نيمونيا احنا بنتكلم على الكونسيكونسز بتاعه الايماتوريتي وبعدين ممكن يعمل نيزوجاستريك تيوب او جاستروستومي وديلي في الترانزيشن من تيوب فيدنج لاورال فيدنج طيب خلوا بالكم ال 40% of patients followed in feeding disorder or dysphagia clinics are former premature infants or preterm infants. يعني 40% من اللي بيجي لنا بعد كده في الدسفيجيا كلينكس تسألي في الهيستوري تلاقيهم كان عندهم preterm أو low birth weight. أه
معلش شكل الانترنت كونكشن عند الدكتورة سامية قطع، فأنا هكلمها دلوقتي. أيوة أي دكتور سامية، احنا شايفين حضرتك دلوقتي، ممكن تعملي شير للسكرين؟ طيب تمام، عشان النت قطع عندي. ثواني. شايفيني كده يا جماعة؟ الفيديو مفتوح. شايفيني كده؟ الفيديو واضح. السكرين احنا شايفين البرزنتيشن. بس الكونكشن مش حلو. معلش يا دكتورة سامية، حضرتك اعملي شير سكرين للبرزنتيشن. الصورة صورة حضرتك ظاهرة لكن البرزنتيشن مش ظاهرة. والبرزنتيشن ظاهرة؟ لا، البرزنتيشن مش ظاهرة. نعمل شير سكرين بعد. طيب. شير سكرين. كده ظاهرة؟ لسه برضه بتبقى سنة. ظهرت كده؟ لا لسه. لا يا دكتورة سامية، لا حضرتك ما عملتيش شير سكرين. شير سكرين. طيب ثواني. كده زهرة؟ لا يا دكتورة سامية برضه لسه. سكرين. اهي. كده باين؟ كده تمام يا دكتورة سامية. طيب. لو وقف النت تاني قولوا لي، المهم. طيب احنا قلنا ال 40% من العيانين دول هيجوا لنا بعد كده في الديسفيجيا كلينيك ان هم كانوا بري تيرم انفنتس، تمام؟ وبيجوا لنا بعد كده بالاورو موتور بيهيفيرز اللي هي بابلنج ديلي بابلنج والسبيتش واللانجوج برودكشن هيبقى افكتد، وبيجوا لنا باورال فيدنج افيرجن ولونج تيرم فيدنج ديفيكولتيز. طيب لو هم خلاص احنا سيبنا النيونيتس والانفنس، ممكن يقول لنا في الليتر ستيج في الايتنج ديس اوردرز اوف ايرلي تشايلد هود اللي هي اكوردنج للدايجنوستيك وستاتستيكال مانيوال الدي اس ام 5 اللي هو 2013 ابتدى يتكلم على سينونيمز لايتنج ديس اوردرز اوف ايرلي تشايلد هود زي بيناين بيكي ايتنج، تاكتايل ديفنسيفنس، فانكشنال ديسفيجيا، نيوفوبيا، فود افويدنس، ايموشنال ديس اوردر، pervasive refusal syndrome, sensory food aversion, toddler anorexia. خلوا بالكم ان الكلام ده مختلف عن الانوركسيا نيرفوزا والبوليميا اللي بتيجي في الاولدر تشيلدرن زي اللي كانت عند برنسس ديانا، دي كانت اسمها بوليميا او انوركسيا نيرفوزا، دي مختلفه عن اللي بتيجي في الايرلي تشايلد هود، دي مختلفه خالص. ف ايه البيلرز بتاعتها اللي بيبقى الاسم الثاني بتاعها benign picky eating او picky eaters، تمام؟ ايه هي البيلرز بتاعتها؟ loss of interest في الفود، behavioral disturbance ساعة الميل تايم بيحصل ايه؟ gagging و vomiting. نيوفوبيا يعني ايه؟ refuse اي نيو فود او certain foods، ما بياكلش حاجات معينة او اي نيو فود ما بيحبهاش.
طيب او strong strong food preferences limiting quantity او variety of food intake وخاصه بيفضلوا على السوفت والبلندد فودز. انا كنت فاكراها بتاعت الاطفال اللي هم التوتي فروتي اللي متدلعين، لا طلعت برضو بتيجي للعينين بتوع الدمرداش الغلبانين برضو بيجي لهم، فهي مش دلع، لا هي فعلا عندهم disorder ان هم مش قادرين. اي بيحصل فعلا behavioral disturbance وقت الاكل، اول ما بيشوفوا الاكل بيحصل لهم الجاجنج والفوميتنج وريفيوزل. في منهم كمان بيحط الاكل بيبقى فيه باوندريز في الطبق ما بيقدروش يخلطوه على بعض. تمام، هوريكم فيديو هنا تيبيكال لبنت، خلوا بالكم وهي بتاكل، خلوا بالكم كل شويه تعمل عايزه تعمل فوميتنج وهي بتاكل عادي وشغاله عادي. خلوا بالكم شايفين كل شويه تعمل جاجنج، هي بتعمل سك بتاكل وتاكل كويس لكن عندها مشكلة. شايفين الجاجن؟ طيب أنا كتير شغال والماوث anterior mouth biting والchewing كان anteriorly مش around the anterior movement بتاعت ال biting والchewing يعني very primitive، وبعد كده بتعمل تخش في الجاجن. فدول الهايبر عندها هايبر سنسيتيفيتي للاكل، بتعمل اورال ستيميليشن يعني اورال افيرجن، ايفن ذا سلايتست تاتش مايت بي انكمفورتبل اند ايفن بينفول ويتش كان ليد تو تكستشر وفود افيرجن، تكستشر معين او فود افيرجن. البنت دي كانت فعلا جايه بكل الاكل بتاخده بلندد او سوفت، ما بتقدرش تاخد اي حاجه، وزي ما انتم شايفين الانتيرير موفمنت بتاعه الايه التشوينج والبايتنج والريبيتد جاجنج وممكن توصل للفوميتنج. طيب امال الهايبو سنسيتيفيتيز اللي هم الاطفال بتاع داون سيندروم اللي هم يفضلوا حاطين الاكل في بقهم، والفيري كومن دايما الاهل او الام دايما تقول كل يا حبيبي ابلع يا حبيبي دي على طول فيري كومن. ليه؟ لان بيحط الاكل وينسى، ينسى نفسه، فبيحصل ايه lack of awareness can lead to mouth stuffing، يحط الاكل اما هنا اما هنا مش قادر يمضغه ولا قادر التنج يعمل روتيشن مخليه وركنه في حته. الليفت اوفر فود بارتكلز تفضل نازله من بقه ان فروم ان اند اراوند ذا ماوث وبيحصل الدرولينج ده فيري كومن في الهايبو سنسيتيفيتيز. معلش الانترنت برضو عند دكتورة سامية قطع، فهي هتدخل تاني دلوقتي.
ها كده تمام؟ تمام يا دكتورة سامية. تمام. كل مرة كده. طيب الاسسمنت والتريتمنت قلنا مالتي ديسيبلينري ابروتش عشان الفونياتريشن والبيدياتريشن وكذا. طيب احنا محتاجين كلينيكال دايتيشن مهمه جدا، هم قليلين بس مهمه جدا بره على اساس تحسب لك الكالوريز وتحسب الانتيك والاوتيك، بحيث ان هي النيوتريشنال سبورت بتعمل لك بتحسبها الكلينيكال دايتيشن، بتدخل لك حاجات جديده للاكل وتحسب الكالوريز اللي هي الكالوريك ريكويرمنت بتاع الطفل، فهو اللي يحسبها مش انا اللي هفضل ادخل وتدخل حاجات جديده. وطبعا اللاكتيشن كونسلتنت وهنشوف الاهميه. ده كان مؤتمر في دبي زي ما قلت لكم، كانت دي كيت دي بريما، دي كانت كلينيكال دايتيشن مخصوص جايه للمؤتمر عشان الايتينج ديس اوردرز اوف ايرلي تشايلدهود. انا اتكلمت في الباثولوجي والباثوفيسيولوجي، وهي اتكلمت ازاي ادخل اكل جديد وازاي الكالوريك انتيك بيتحسب وازاي تعمل انكريزنج الاكسبتنس بتاع نيو فودز والتكستشر. تمام. طيب اهم حاجه احنا بقى هنعمل ايه؟ البيت سايد اسسمنت، لازم نعمل شويه اسئله، هيستوري اوف نيمونيا، هيستوري اوف ويت لوس، هل بيعمل اورال فيدنج ولا نيزو كاستريك ولا البيج، هل في تراكيوستومي، الجاستروسفجيال ريفلكس، لازم نسال الطفل اخذ عن طريق راح لدكتور الاطفال هل عنده جاستروسفجيال، هل اخذ الادويه بتاعه الجاستروسفجيال ريفلكس، كل الاجابه اخذها وبدون فايده. طيب هل الاورال فيدنج عن طريق المعلقه ولا عن طريق البارشال، يعني ممكن يكون اورال فيدنج معاه نيزو بالنيزو جاستريك تيوب حبه هنا وحبه هنا، ولا كومبليت نيزو جاستريك ولا كومبليت اورال فيدنج. طب الفيدنج تايمز اخبارها ايه؟ هل بيقعد لك سنه لغايه ما يخلص الوجبه؟ طيب التوتال فوليوم بيخلص الفوليوم بتاعه ولا بيفضل اقل؟ طيب هل في محتاج سبلمنتد اكسجين لو هو محتاج، او مثلا كان في الحضانه وكان بيحتاج سبلمنتد اكسجين ولا لا؟ هل في سبورتيف اكشنز من الفيدر، يعني بتفضل تعمل ريدايركشن للجو عشان يبتدي يعمل بايتنج والتشوينج ولا لا؟ طب الصلايفا اخبارها ايه؟ بيقشر عليها، هل بيعمل ريبيتد سكشن ولا لا؟ كل دي اسئله بنسالها. ترايل فيدنج ده اتس ا ماست، انا بعمله سواء في العياده او في اي حته او في الحضانه، لازم اشوف الطفل وهو بياكل قدامي. اول حاجه بتشوفي ايه؟ البري فيدنج بيز لاين، هل في ريسبيراتوري ايه اخباره ايه؟ الاكسجين ساتوريشن لو هو في الحضانه بتشوفيه اثناء الاكل بيقل ولا بيجرى له ايه؟ الهارت ريت اخباره ايه؟ طب الاورال فيدنج ريدنس، هل هو ايبل تو هولد البادي ان فلكس بوزيشن ولا بيحصل الستريس كيوز ولا بيحصل ايه الايريتابيليتي؟ طيب ability to maintain engagement في الفيدنج، هل هو awake ولا بيبتدي ينام؟ الانرجي بتاعته all through الفيدنج، هل بيبقى عنده انرجي ولا بينام؟ calm body ولا يبتدي الستريس كيوز تبان في irritability وcrying؟ طب ability to organize oral motor function اللي هي non-nutritive suckling عن طريق التتينه، هل هو opening الopening mouth right away اول ما تحطي التتينه؟ هل عنده rhythmic وsmooth organized movements؟ هل بيعمل النيجاتيف اللي هي الانترا اورال ساكينج بريشر، بيعرف نعمل نيجاتيف بريشر بحيث انه يعمل سكشن ولا لا؟ طيب الترايل فيدنج لازم نشوف عنده بريميتيف ريفلكسز ولا لا، في التونيك لابرينتاين والاسيماتريك تونيك نيك ريفلكس والمور ريفلكس والبايتنج، هل دول موجودين ولا لا؟ بيرزيستنت بريميتيف ريفلكسز ولا راحوا؟ طيب لما بيعمل الترايل فيدنج قدامه لازم اشوف فيه هيستوري سيمتومز واسبيريشن ولا لا، عنده كوفينج او شوكينج كيورينج الاكل ولا لا، هل هو عنده ابيليتي تو كوردينيت السكلينج اللي هي ساك سوالو بريدنج، لازم اللي بتبتدي according to مش فاكره مين اللي هو الريفرنس اللي هو قال until 37th weeks في الاول بتبتدي 7 to 10 births وبعدين يعمل، يعني يعمل 7 to 10 births وبعدين يوقف يبلع وبعدين يتنفس. هل الريسبيراتوري بيزيد during الفيدنج؟ الساينوز زي ما يمكن الصوره دي مش باينه، الطفل ده اول ما ابتدى ياخد هو طبعا النيزو جاستريك تيوب وبنحاول نشوف الاورال فيدنج شكله ايه، كل ما ياخد يبتدي السيركم اورال ساينوز زي ما انتم شايفين وكل الفيس بيبقوا ساينوز، فعنده مشكله. طب ايه المشكله اللي عنده؟ فممكن يكون الريسبيراتوري بيزيد، عنده تاكيبنيا يبتدي ينهج، الانرجي بتاعته مش مكفيه عشان يكفي الوجبه. تمام. change في الفويس كواليتي، الفوكال كواليتي، هل هو ويت ولا جرجلي صوت بحيث ان احنا افهم ان هو ممكن يكون عنده اسبريشن. طيب الفيدنج ترايل مهم جدا، زي ده طفل كان في الحضانه هوريكم بياخد ازاي بياكل، وبصوا على الحاجات دي.
عايزاكم تلاحظوا الانتركوستال ريتراكشنز، شايفين انتركوستال وفي سبكوستال ريتراكشنز، شايفين التاكيبنيا مش قادر، وطبعا هتشوفوا الوريد لوكس اللي حواليه هيبتدي وكمان بعد ما يبلع مش سبعه بقى ولا 10 بيرس، لا 2 3 ويوقف، 2 3 ويقف. شايفين الريتروسترنال، شايفين الريتراكشنز، شايفين السبكوستال ريتراكشنز عامله ازاي، شايفين؟ فدي تعتبر ستريس كيوز. كمان الحكيمه خلاص اتعلمت ان هو او شايفين ابتدى يعمل كراين وايريتابل وفيري وورد لوك، مش قادر يكمل، وادي الصليفه ابتدت تطلع لان هو ما بيقدرش يكمل، تمام؟ فالحكيمه اتعودت وهو بياكل بتحط له القطنه عشان الدرولينج بتاعت الصليفه، ولا هو قادر يكمل وابتدى التاكيبنيا مش قادر والستريس كيوز ظهرت عليه زي ما شفنا. فمهم جدا الترايل فيدنج ده في النيكيو، فلازم تشوفيه وهو في النيكيو بياكل ازاي عشان تعملي كومنت على كل الكلام ده، ريسبيراتوري ايفر، الانرجي، كل الريدنس تو فيد، الانجيجمنت، هل هو خلص الاكله ولا لا، كل ده بتعملي كومنت عليه، تمام؟ طيب الاسسمنت بتاع الاورال سنسوري موتور فانكشن ديورينج الفيدنج نفسه، هل بيعمل درولينج بعد كده لما يكبر شويه، البولس كاركترستكس، السايز، التكستشر، التمبرتشر، التشوينج بتاعه اخباره ايه، في بوكيتنج لما بيكبر شويه لاطفال كبيره، هل بياكل بالسبون، هل بالكب، هل بالسترو، البايتنج والتشوينج اخباره ايه، طيب هل هو شغال على البلندد فودز سوفت فودز فيعمل اليمينيشن للسيمي سوليدز والسوليدز، ايه نوع الفود اللي هو شغال عليها، كل دي اسئله. في النيونيتال فيدنج اسسمنت تولز دول كتار، اهمهم واشهرهم النوماس اللي هي حبيبتنا دكتوره رحاب زيتون واخداها، واظن في دكتورتين من المنصوره واخدينها، النيونيتال اورال موتور اسسمنت سكيل في تدريب عليها وبياخدوها، دي اشهرهم. طيب الايرلي فيدنج سكيلز اسسمنت فور بري تيرم انفنتس اللي هي ثاير ايتال، دي عايزاكم تطلعوها من الريفرنس ده، مهم جدا ان انتوا تشوفوها. فبيقول لك تعملي كومنت على الاورال فيدنج ريدنس، اورال فيدنج سكيل، ability to remain engaged في الفيدنج، الability to organize oral motor feeding، ability to coordinate swallowing والbreathing والsucking زي ما قلنا 7 to 10 births without behavioral stress او adverse or negative cardiorespiratory response زي التاكيبنيا اللي احنا شفناها. طيب وability to maintain physiological stability وهكذا، فبنعمل كومنت عليه. طيب اخبار النون نيوتريتيف ساكلينج ايه؟ هل هو بيقدر تو مانج اللي هي التيتينا او الباسيفاير، بيقدر يحطها اول ما تحطيها له هنا بيقدر يعمل ساكشن عليها، بيقدر تو مينتين الساكشن والساكينج على التيتينا ولا لا؟ فبيعمل روتينج رياكشن، هل ايزي بيجيننج اوف ساكينج، هل في ليبيال سيلينج ولا بيعمل الصلايفه حواليها؟ البريستالتيك تانج موفمنت عليها يعني ستادي 7 تو 10 بيرس على الساكينج وبعدين يبلع ولا لا؟ من فضلكم تعملوا الميوتنج للميكروفونز عشان ايه ما حدش يعمل شوشره على الثاني. طيب الجو ريزنج واللور موفمنت، هل بتعمل الريزميك بايتنج اكشن والتشوينج بتاعت الجو ولا لا؟ السكينج سترينث، السكينج ريزم، كل ده بنشوفه لما بتعمل الباسيفاير. طيب لا يعني كل ده حلو قوي اللي هو البيد سايد سكريننج، لكن للاسف زيه زي الكبار بيعمل 40% اوف بيشنتس ممكن تو مس الدايجنوز بتاعهم، لان ممكن يكون عندهم سايلنت اسبيريشن اللي انا مش شايفاه، انا شايفه كل اللي قدامي لكن انا ما اقدرش اجزم واحلف ان يقول لا ده ما عندوش سايلنت اسبيريشن. فنبتدي نعمل الفيديو فروسكوبي والفيديو اندوسكوبي زي ما قال لنا الدكتور تامر بالظبط، الوضع بتاعت الفيديو فروسكوبي الابرايت بوزيشن بتاعت التيبل زيها بالظبط، البيبي بيبقى في الابرايت بوزيشن، السكرين متوجهه على الهيد النك اريا وبنعمل كده. طب هنعمل ايه في الثين والثيك والسيمي سوليد والسوليد؟ ما بيبقاش طبعا ده هيبقى متغير في البيبيهات، امال بنعمل ايه في البيبرونا؟ لازم البيبرونا يا اما بتجيب لي الام البريست ميلك بتاعتها بامبنج للبريست ميلك واحطه في البيبرونا واعمل ميكسنج بشويه باريوم شويه صغيرين بس مجرد عشان يبان الابيض بتاعه، ما احطش كتير عشان ما يعملش امساك للطفل، فيا دوبك شويه صغيرين يلونوا اللبن. طب هو اللي على فورمولا بحط الفورمولا واحط شويه باريوم واخلي الطفل يبلع قدامي، تمام؟ وزيه زي الكبير السكرين عليه وبشوف البلع اثناء زي ما انتم شايفين كده بيبلع
وايه بنصور ونشوف اثناءها بنعمل فيديو فلوروسكوبي ونشوف الاسسمنت بتاع البلا اخبارها ايه. طب زي ما قال لنا الدكتور تامر قال لنا التفاصيل بتاعتها بنعمل كومنت على الاورال بريباراتوري والاورال فارينجل والفيلر وهكذا. دول حاجات انتوا عارفينها. اهم حاجه بنعرف نشوف اسبيريشن ولا لا، لان انا ده اللي من اجله عملت ان هو تو ريبورت على الاسبيريشن اللي انا مش شايفاه في الباد سايد اسسمنت. تمام. طيب الراديوغرافيك ساينز في النيوروماسكولر انكوردينيشن ريفيلد ايه؟ لان ممكن يكون عندهم نيوروماسكولر انكوردينيشن with or without prematurity. طب الاطفال دول ايه اللي ممكن نشوفه؟ ايه؟ premature spillage او delay triggering of the swallow reflex، ممكن يكون في penetration، ممكن يكون في aspiration، ممكن يكون ineffective laryngeal elevation. وده معظم الاطفال اللي شفناهم اللي عندهم neuromuscular incoordination اللي احنا قلنا فرنتي قال لنا عليهم اللي بيبقى عندهم immature opening بتاعه الكريكوفرينجز مش قادره to relax enough عشان تسمح بالhyolaryngeal excursion عشان تفتح لي الكريكوفرينجز. فشويه ineffective laryngeal elevation closure اللي بالتالي بتعمل لي كريكوفرينجل dysfunction. طب مشكله الكريكوفرينجل dysfunction انا زعلانه منه ليه؟ لا، ده ممكن ابلع ويعمل لك ريزيديو افتر ذا سوالو. طب افتر سوالو يضايقني في ايه؟ الريزيديو اللي افتر ذا سوالو ده ممكن يعمل لي اسبيريشن بوست سوالو، فده اللي بيضايقني في الكريكوفرينجال ديسفانكشن، يعمل لي ريزيديو اللي هو بوست سوالو، وده بيعمل لي اسبيريشن بوست سوالو. طيب زي الطفل ده، الطفل ده وهو بيبلع بالبيبرونه لازم القط بسرعه، ممكن يكون عنده اهو فيري ماينوت اسبيريشن فيري فيري تايني، لكن لازم القط الصوره بسرعه عشان ايه؟ القطها. طيب لازم البيدياتريشن كمان تسالي زي ما احنا قلنا في ريفلكس ولا لا، لان اي بيدياتريشن ريفلكس الحق بتاع الجراحه هيعمل لي اندوسكوبي. لما يعمل لي اندوسكوبي ريفلكس نعمل له بقى ايه؟ فانديبليكيشن. خلوا بالكم وخليكم حذرين، مش كل الاطفال اللي عندها ريفلكس نروح عاملين لها فانديبليكيشن. شفنا بلاوي من الفانديبليكيشن. يعني ايه الفانديبليكيشن؟ العمليه اللي بتتعمل هي الابر بارت بتاعه الاستومك بتتلف على اللور بارت بتاعه الاسوفجس عشان تعمل له تايتنس عشان تمنع الايه الريفلكس. لكن دي عمليه بتبهدل البيبيهات، فطبعا ما بننصحش خالص نعمل الفانديبليكيشن من كتر المشاكل. طيب الطفل ده بيعمل ايه؟ بيعمل اسبيريشن، ادينا له نيزو جاستريك تيوب. طب السلايفا اخبارها ايه؟ طب هو ممكن يشرق السلايفا. السلايفا على طول نعمل ريبيتد ساكشن. يعني ايه ريبيتد ساكشن؟ بجهاز صغير كده طول ما هو في الحضانه بيعملوا ريبيتد ساكشن، طول ما هو في المستشفى بيعمل ريبيتد ساكشن. طب لو خرج، بقول للاهالي هو بتاع ده صغنن كده، جهاز صغير جدا بياخدوه على البيت ويعملوا ريبيتد ساكشن في البيت، بيتعلموا بان هو يحط البتاع اورالي او نيزلي، بيعملوا ريبيتد ساكشن في الاورال في الحته بتاعه البوسي part of the oral cavity، وانتهينا على كده عشان ما يشرقش في السلايفا، عشان ما تتحوش ويشرق وما يتتحوش ويشرق عليه. طب امال ايه التراكيوستومي with an inflated cuff؟ عشان يقول لك عشان امنع الاسبريشن. طبعا دي يعني ما حدش بيعملها خالص، لكن ممكن تسمع ان حد بتاع انف اذن يقول لك هعمل له تراكيوستومي with an inflated cuff علشان يمنع الاسبريشن. لا، لان بتعمل سلافنج للميكوزا، لان دول البيبيهات دول بيبقى الميكوزا بتاعتهم فيري فيري فراجايل، فممكن يعمل سلافنج للميكوزا، فاحنا مش بننصح بيه. طيب الفيديو اندوسكوبي الحاجه الثانيه زيها زي الفيديو فروسكوبي برضو، عشان اشوف بعيني حصل بينتريشن ولا اسبيريشن. نفس الوضع بتاع الكبار ونفس الوضع، انتم عارفين لو في بريماتشور سبيلج او ديلي تريجرنج نشوف السيمتريكال اسسمنت بتاعه رايت ولا ليفت، وهكذا نشوف بينتريشن في اسبيريشن وهكذا. طبعا وانتوا عارفين البينتريشن والاسبيريشن شكله ايه. طيب انا حبيت اوريكم بس زي طفل زي ده مثلا بيبان ازاي. ممكن على فكره بتديله بالداي، او انا بفضل اللبن، اللبن لونه ابيض حيبان، فهو لو الام جايبه لك اللبن فممكن يشرب اثناءها في البيبرونه وبعدين بتصوري، مش لازم كل ده. زي ما انتم شايفين هنا في اسبيريشن، وطبعا احمد رفعت حبيبنا نزل تحت، ومش كلكم تعملوا كده عشان بين لنا الاسبيريشن جوه التراكيل رينج، فده خطر ان احنا نعملها، لكن بيبين لنا الاندوسكوبي انه ممكن يعمل اسبيريشن بحيث ان انت تشوفيه بعينيكي، مش لازم تخشي التراكيه عشان تشوفيه. تمام؟ طيب
الكوز بقى بتاعت الاسبيريشن او الديسفيجيا بيتعالج المانجمنت. طيب لو هو زي كده خلوا بالكم ده الداي نازل في الاسوفيجاس وفي اسوفجيال اتريزيا زي ما انتم شايفين. فلو انتم في اسوفجيال اتريزيا مثلا او بايلاترال فوكال فول باراليسيس او تراكي اسوفجيال فيستولا اورجانيك كوزز هنعالجها. ممكن اوريكم دي هي باينه من غير حتى ما الفيديو يشتغل. ادي الداي وقفت عند اللور بارت اوف ذا اسوفاجس اللي هو اللور اسوفجيال سيجمنت. تمام عشان ايه؟ طيب نعمل ايه بقى؟ ازاي نعمل ريدوسنج للاورال موتور سنسوري بيز ديفيكولتيز في النيكيو، في النيكيو كمان او بره النيكيو؟ اول حاجه بنعمل ستيميوليشن. هوريكم فيديو في اخر البرزنتيشن ازاي يعني ان ذا فورم اوف هاو دو اي دو ات. انا هوريها لكم كده على البيبي لكن انا ممكن اوريها لكم على طفل اكبر شويه في اخر البرزنتيشن. المهم بعمل اكسترنال وانترنال تشيكس، ببتدي من الروت بتاعه النوز داير ما يدور لغايه الماوث زي الاكسترنال زي المساج كده اهو اربع مرات اربع مرات. والانترنال تشيك نفس الحكايه بعمل ستيميوليشن للانترنال تشيك باكوردز وفوروردز، او في كتب كاتبه زي السيركم سيركم زي ما تقولوا ايه يعني زي سيركولر موفمنت كده في الانترنال تشيك اب اند داون اب اند داون. وبعدين الابر ليب بتبتدي من هنا وبعمل كده وبعمل كده وبعدين اعمل كده اعمل كده ادي الابر ليب. lower lip نفس الحكاية، وممكن ال upper lip curl يعني ايه rounding to the lips. يبقى انا عملت ال external cheeks internal cheeks upper lip lower lip وبعدين ال upper and lower lips. طيب نخش على الجمز. ال upper gum نفس الحكاية، بدخل صباعي ممكن بالتلج او من غير تلج بدخل لغاية ال upper gum لغاية backwards في ال upper gum. في ال lower gum بعمل backwards برضو. وبعدين اخش على الطنج ال lateral border of the tongue اللي هو stimulation sideways سواء يمين او شمال، وبعدين pressure في على التنج نفسه من فوق، وبعدين ممكن التنج وممكن اعمل حوالين التنج circum oral زي circular movement حوالين التنج. وبعدين assist jaw لما يكبر شوية عشان ايه يقدر، او حتى في النيكيو ممكن اعمل assist jaw بحيث ان هو اقدر to stimulate الايه السكلينج نفسه. لو هو عنده ستيميليشن ما فيش سكلينج او فيري بور بعمل اسيست جو موفن عشان اساعد الايه السكشن نفسه. طيب عن طريق كل ده عن طريق جنتل ابلكيشن اوف ا سواب او الفينجر. تمام الاورال ستيميليشن بروجرام ده هتلاقوه الريفرنس بتاعه عشان انا عايزاكم تقروه بالتفصيل اللي هو فيوس الايتال، وده مكتوب بالريفرنس وعندكم ده هيتسجل فممكن تنزلوه بعد كده ليتر اون. مكتوب ازاي بعمل التشيك ازاي الابر ليب ازاي اللور ليب الابر كيرل والابر جام واللور جام والانترنال تشيك وهكذا كله بالتفصيل والمده اللي بتعملوها فيها. فلازم تعرفوها ازاي ده ممكن الستيميليشن ده بيعملوه في النيكيو. طب هتقولوا لي طب ازاي انا اعمله في النيكيو وانا مش موجوده؟ لازم بعلم النيرس اللي موجوده. طب انا في امهات كانوا موجودين يقولوا انا باجي مثلا ثلاث مرات في اليوم ازور ابني وهو في الحضانه، بعلم الام وبعلم الحكيمه ازاي تعمل الحاجات دي كلها، ان لازم الحاجات دي بتتعمل كل مثلا خمس مرات في اليوم على مدار كل يوم، فلازم الحكيمه يا الام تتعلمها ازاي تعملها. تمام طيب كمان في ده نيوتريتيف ساكلينج لازم نعلمهم انهم يعمل ستيميليشن بالتتينه، لان في منهم ما بيعرفوش يمسكوا الباسيفاير، فلازم نعمل الروتينج اللي هو الجابنج ريفلكس ستيميليتنج اللور ليب عشان يعمل جابنج يقدر يمسك التتينه. induce السكشن على الفينجر، لو هو ما بيعرفش يعمل التيتينا بحط على الصباع الصغير يعمل سكشن بالفينجر عشان تو اكتيفيت السكينج، وبعدين induce الباسيفاير. تمام طيب ايه الادفانتجز بتاعت الاورال موتور ستيميليشن؟ بيقولوا بيقلل التايم بتاع الترانزيشن تو فول اورال فيدنج. انا هدفي كله عشان الترانزيشن للاورال فيدنج عشان في الاخر يوصل البريست فيدنج، مش هدفي يطلع من الحضانه خلاص خلص النيزو جاستريك تيوب خلاص ريزومينج الاورال فيدنج وريزومينج البريست فيدنج، دي اهم حاجه. فبيقلل التايم ترانزيشن من فول اورال فيدنج للبري تيرم انفنتس وانكريز اوفر اول انتيك. طبعا الانتيك بتاع الكميه بتاعت الوجبه بتزيد والهاير بريست فيدنج ريتس عشان رجعوا يعني اللي قالته الكلام ده أرفيدسون لما جات لنا في المنصوره اللي جابها دكتور تامر، فقالت الكلام ده بتاعت الاورال موتور ستيميليشن فايدته ايه؟ فدي كانت بيرسونال كوميونيكيشن قالتها لما كنا موجودين. طب الادفانتجز بتاعت النون نيوتريتيف ساكلينج اللي هو الباسيفاير،
برضو have a shorter interval for achievement of full oral feedings, بتوصل للoral feedings بسرعة, وعندها positive impact على infant state, reduces defensive behaviors وimproves oral feeding performance. طيب طب لو طفل عنده latching difficulties برضو بيجي لك في النيكيو, ممكن يقول لك لا ده مش قادر يبلع, مش قادر, مش سوري, مش قادر يبلع, مش قادر يفتح بقه حتى to latch, مش قادر ياخد التيتينة, مش قادر ياخد breast feeding خالص نهائي, مش قادر لما تحطي له البطل مش قادر. المصيبة بقى والكارثة, وتخلوا بالكم مهمة جدا دي, في الحضانات الطفل اللي مش بيعمل كده بيروحوا بيعملوا كارثه ان هم بيفتحوا البور, يعني لو هو البور بتاعتها صغيره يروحوا فاتحينها بالمقص, فالدلدق لبن كتير. طبعا الطفل لما بيدلدق لبن كتير فيه ما بيقدرش تو مانج البيج اماونتس بتاعه الميلك اللي داخل مره واحده, فتخلوا بالكم تقولوا الفتحه بتاعه الفتحه بتاعه الببرونه دي هي اللي انت شارينها بيها ولا انت فتحتيها, هتقول لك انا فتحتها, فتحتيها بقى قصتها بالمقص, فدي كارثه لان البيبي مش قادر اصلا يعمل سكشن, فازاي توسعي له البور عشان تساعديه انه يعمل سكشن. المشكله انه مش قادر تو بول, مش القادر, مش مشكله انه هو قادر يبلع, هو بيبلع لكن مشكلته في السكشن نفسها. فخلوا بالكم لو قال لك latching difficulties مهم جدا تتاكدي لحسن يكون تانك تاي, لحسن يكون في الليب او تانك تاي, لحسن يكون في كلافت بالات, لحسن محدش عارفه او محدش شايفه, لحسن يكون في بريماتور او ديفيكلت كوردينيشن مش قادر يعمل بروبر سكشن. طيب لو هو في لاكتشنج ديفيكلتس, انا عارفه ان اللاكتيشن كونسلتنت دي هتساعدك وهتديكي الديمبل تشيل, هي هتساعدك بالمشكله دي عشان تزود كميه اللبن او اللاكتشنج ديفيكلتس هتساعدك. طيب النيبل تشيل دي هتنفعني انا كونفونياتريشن ايه في البريماتور ديفيكلت البريماتوريتي, عن في البريماتور انفنس عندهم ديفيكلت في الكوردينيشن بتاعت السك breathing swallowing sucking وبعدين يسولو وبعدين يتنفسوا, فالنيبل تشيل دي بتساعد ان هو تنظم الحكايه دي في الاطفال البريماتور, وكمان بتساعد ان هو لو الطفل عنده تانج او ليب تاي بتساعده لغايه ما يعمل العمليه. فالنيبل تشيل دي بتساعدني عن طريق اللاكتيشن كونسلتنت هي اللي بتقولها لي, وبتساعدني انا بتساعد الكوردينيشن. طيب في حاجات بقى انا ممكن اقولها لها او الساعات اللاكتيشن كونسلتنت بتلاقيها جاي لك الطفل وقايله له عليها, اللي هي النيرسينج سبلمنتري فيدنج تيوب ديفايس وايل ات ذا بريست, اللي هم ايه, ادي النيرسينج سبلمنتري فيدنج تيوب, عباره عن فيدنج تيوب نازله من الببرونه وبتتحط على البريست, بتعمل ايه, زي ان انا بعمل فيكينج, بخم الطفل ان انا بنزل له اللبن بحيث انه يبقى حتى ات ايز ما بيقدرش يشفط جامد, فبديله اللبن بدل دقها له بطريقه اسهل. طب الببرونه بتبقى فوق عشان الجرافيتي بتسهل نزول اللبن عشان يقدر يرضع لانه مش قادر تو سك, فده بنعمله في البور ساكلينج او بور ساكلينج او مفيش ساكلينج لما يكون في لاتشينج ديفيكولتي وعنده بور ساكشن. طيب في طريقه ثانيه ممكن ان انا اعمله بالحقنه اللي هي تكون باللبن, احطه في الحقنه, الحقنه دي متوصله بالتيوب وبدخل صباعي, فاذا بعمل صباعي كاني بعمل اندكشن للبريست فيدنج ومعاه التيوب فيدنج بتنزل لي اللبن, فكاني بخم الطفل وبروح زق اللبن عن طريق الحقنه كاني دي سهله ان انا بديها له, لكن في نفس الوقت بخمه كانه بيشرب البريست. كل ده ليه يا جماعه؟ عشان اعمل towards the breastfeeding, عشان انا مش عايزه افقد البريستفيدنج. وخلوا بالكم ممكن الطفل ده يكون عنده نيزو جاستريك تيوب وشغاله بده عشان تو بروموت وتو اتشيف البريستفيدنج في الاخر. طيب امال الازازه نزلت تحت ليه؟ لما الطفل بيبقى شاطر شويه عشان انزل له الازازه عشان يقدر يعمل سكشن بسرعه, فبتبقى فوق لو الجرافيتي اسهل الجرافيتي بينزل, بتنزل بالجرافيتي الطفل يبقى احسن, بنزل له الازازه لتحت شويه. تمام. طب امال الطفل بقى اللي كان في الحضانه ده هنعمل فيه ايه؟ طب ما حدش قال لي طب ايه العلاجه؟ طب ما كل ما بديله بيعمل تاكيبنيا وهو في النيزوجاستريك تيوب. نيزوجاستريك تيوب ليه؟ لانه مدياله النيوتريشنال انتيك بتاعه, بتديله الكالوريز وبتديله الانتيك بتاعه كذا مره في الوجبه وهكذا, فانا مش خايفه عليه من الدي هايدريشن ومش خايفه عليه انه الجين ويت الويت جين بتاعه يقل, لكن الجين بتاعه كويس معقول والويت متحافظ عليه. طب امال هعمل ايه؟ اسيبه؟ لا, هشتغل على الاورال موتور ستيميوليشن اللي احنا قلناها. طيب
السلايفا، السلايفا انا خايفه منها لحسن يشرق عليها لانه مش قادر، كل ده بيتحوش وزي ما انتوا شايفين شفتوا في الفيلم السلايفا عماله تنزل. يبقى انا بعمل له النيزوجاستريك تيوب ان بليس، سلايفا مانجمنت عن طريق الريبيتد ساكشن كل شويه اجيبها منين في النيتيو عندهم، يطلع من الحضانه ويطلع يروح البيت يشتري لي الجهاز الصغير بتاع السكشن عشان يعمل ريبيتد ساكشن على السلايفا. ليه؟ لحسن يشرق على السلايفا. فكل قد ايه؟ كل ساعتين، ساعتين طول الصبح وبالليل عشان ما يشرقش وما يتحوش، لانه زي ما انتم شايفين بيعمل درولين. والاورال موتور ده شغال، ادي بالنسبه للبيبي. طيب الكبار شويه اللي جايين لي بقى باورال افيرجن، زي اللي قلت لكم البنت عندها كانت سنتين وعندها كونجنيتال هايبر انسولينيزم. طيب لو هي ما كلتش هيجي لها هايبوجلايسيميا فلازم تاكل. طب كل ما بتاكل بيجي لها الاورال افيرجن وبتعمل جاجنج وبتعمل فوميتنج. الطفل البيت بيبي دي عايزه اقول لكم اول ما جت لي فضلت تتف عليا وتضربني، اول ما امها طلعت الاكل من الشنطه فضلت تعمل جاجنج. فاذا عندها فعلا عندها هايبر سنسيتيفيتي غير البنت اللي انا وريتها لكم في الفيديو الاولاني. دي عندها اورال افيرجن برضو، هنشتغل على حكايه الاورال موتور سنسوري ستيميليشن. الاورال موتور اكسرسايز دي مختلفه شويه عن البيبيز اللي في النيكيو، هتشتغل زي الكبار شويه اللي عندهم ديس ارثريا. اللبس هنشتغل على الكلوجر، على البروتروجن، على الريتراكشن، هنشتغل على التانج البروتروجن والريتراكشن بتاع التانج واللاترلايزيشن والاليفيشن والجو اكسرسايزز عشان التشوينج والبايتنج. طيب في حاجات موجوده الاورال موتور ستيميليشن موجوده في الماركت، موجوده للتانج تيب اكسرسايزز والتانج تشيلد اكسرسايز والباك اوف ذا تانج اكسرسايز موجوده، لكن كلها دي حاجات موجوده بره. لكن احنا ممكن نعملها بالايسنج، الايسنج اللي هي سواء بالايس كيوبز او بالايس بوبس على طول نعمل ايه ستيميليشن. دي بتعمل وورمينج اب للستيميليشن وبتعمل سنسوري انهانسمنت وبتعمل سنسوري ستيميليشن. فبنعمل run the ice from the middle of the lips من الميدل outwards وللكورنر من هنا لهنا هنا icing repeat the icing movements and the smiling attempts several times. فممكن نعمل icing. طيب هنا بقى بعمل جم مساج. طب انا حاطه اللي هي الجرابر ليه اللي هي عضاده ليه لحسن يعض عليا، لان ده ولد كبير فممكن انا بعمل الاستيميليشن لكن ممكن يعض على اسناني فبعمل له العضاده هنا اهو عشان امنع ان هو يعض على ايدي وانا بشتغل على الانر تشيكس. عملت اشتغلت على الاوتر وعملت الاستيميليشن بتاعت الايسنج بتاعت الاوتر ليبس وبعمل استيميليشن لجوه بتاعت الانر تشيك. بعملها ازاي؟ اب اند داون اب اند داون. تمام، يبقى بعمل ستيميليشن للجمز زي ما احنا اتفقنا زي البيبي الصغنن البالت، وبعمل ستيميليشن للتانج باي ستروكينج والابلاينج بريشر. دول بيشتغلوا في الهايبو سنسيتيفيتيز والهايبر سنسيتيفيتيز، عشان قلنا الهايبر سنسيتيفيتيز ممكن يعمل جاجنج وفوميتنج، الهايبو سنسيتيفيتيز بتعمل بتحوش الاكل اللي هي بوكيتنج وما بيعملش بروبر تشوينج وبيعملش بروبر بايتنج. تمام. طيب احنا بنشتغل على البريفر. البريفر دي موجوده عشان زي ما انتم شايفين السيرفيس بتاعها بيديكي سيفرال اليفيشنز كده بتديني ديفرنت تكستشر او ديفرنت ستيميليشن لحاجات معينه. فدي برده ممكن اعمل لبس وممكن اعمل التانج وبرده ممكن الانر تشيكس. طيب في دي كانت موجوده في الاورال كير سيت، دي كانت بتتباع في ماذر كير، لو مش موجوده بتلاقوها في محل اسمه هديه في شارع التسعين في التجمع، وممكن محل اسمه ايه في محل تاني بيباعها بقى، يعني هتلاقوها في ماذر كير. دي ميزتها ان فيها صباع البلاستيك ده اللي بتلبسه الام، وانا طبعا طول البرنامج بمرن الام لان الام اللي قاعده معاها هتعملها 5 مرات قبل الاكل، مش انا اللي هبقى موجوده معاها، فلازم امرن الام قبل ما تسيبني في العياده او قبل ما تسيبني في المستشفى ان ازاي تعمله. فبتلبس الصباع ده في ديفرنت تكستشرز، في كده يعني زي ما تقولي كده حاجات صغيره كده اهو، والناحيه الثانيه فيها زي فرشه. دي ممكن برضو التكستشر بتاعها مختلف، فممكن ادرب الام برضو هي شغاله على التانج دلوقتي لان هي بتقلل السنسيتيفيتي، لان زي ما قلت لكم بتشوف الاكل بتحط الاكل ودي شغاله سنتين وكانت على السوفت والبلندد فود، فلازم نعمل لها الاورال ستيميليشن. تمام.
في البرش زي زي دي دي الجزء بتاعها اللي هي زي عباره عن حاجه زي صباع كده سيليكون بيتلبس الناحيه دي فيها تكستشر والناحيه الثانيه تكستشر مختلف زيها زي الايه البراشز دي. في منهم بفايبراتوري هاندلز, مش كل الاطفال كان ايبل تو هاندل الفايبريشن. في ناس في اطفال بتحبها وفي اطفال مش بتحبها. فبتدي دي تاكتايل وبروبريسبتيف انبوت وبتزود الايه السنسيشن, فبتدي سوذنج وكالمينج افكت. طيب بشتغل تاني على الجرابر. ليه بشتغل على الجرابر اللي هي العضاضه؟ بجيب اني عضاضه مش اللي ناشفه, العضاضه اللي فيها الجل عشان تقدر ادخلها في الفريزر شويه واجيبها تبقى طريه شويه بحيث ان انا ادخلها مره هنا ومره هنا, وبعمل اندكشن للجو عشان يعمل اندكشن للبايتنج عشان احنا داخلين على البايتنج والتشوينج. شغلنا قدام كله عشان نشتغل بقى على البايتنج والتشوينج لان عندهم مشكله في البايتنج والتشوينج, يبتدوا جاجنج وفوميتنج. فكل ده بنقلل وبنعمل نقلل الهايبر سنسيتيفيتيز للجاجنج عن طريق الايه الجرابر. تمام. طيب البايتنج انا شخصيا بعمل ايه؟ بجيب زي بابت زي انتم شايفين, ابتدي اعمل له الموزه واعمل كانه البابت بتاكل قدامه عشان الطفل لما تقولي له امضخ ما بيبقاش فاهم, ابلع ما بيبقاش فاهم يعني ايه امضخ, ما هو مش عارف, هو مش عارف يعمل وشايفني وانا باكل قدامه لكن هو مش عارفها. فبعملها حاجه صغننه تعمل له يعني تعمل له ستيميليشن او حاجه فن انه ياكل قدامه بحيث يفهم. الله بص اعمل زي كده, يلا نعمل بايتنج ونعمل تشوي يعني كاننا بنقطم الموزه, يلا اقطم الموزه وبعدين امضغ. امضغ جايبها ايه زي الطفله زي ما انتم شايفين, الام هي اللي بتعمل الايه التشوينج اكشن وهو بيمضغ الاكل. بحط الموزه ويلا اشتغل باللور جو اب وداون على اساس انه اعمل ستيميليشن للتشوينج اثناء ما هو شايف البايتنج والتشوينج قدامه. كل ده بعمل ستيميليشن البايتنج والتشوينج ليتر اون. طبعا في حاجات زي كده موجوده بره عشان ديفرنت تكستشرز, ممكن تحطي زبادي, ممكن تحطي لبن, ممكن تحطي سيمي سوليدز وهكذا. والناحيه الثانيه بيبقى فيها تكستشرد يعني بيبقى بامبس كده بحيث ان برضو تعمل سنسوري ستيميليشن. دي الجرابر زي العضاضه بس هي سوليد شويه وزي ما انتم شايفين اسمها تكستشرد جرابر. ليه؟ عشان تعمل انهانسنج للتكستشر تاني عشان بتزود التكستشر. اوكي. طيب دول برضو السبونز بتبقى التكستشر بتاعتهم مختلفه برضو, سواء ممكن السبون هي ممكن تدي الاكل عادي او بتدي بالتكستشر سبون وبرضو بالهاندل بتاعتها فايبراتوري هاندل او النورمال هاندل, برضو يوز تو انتروديوس تكستشر وتكتايل انبوت. تمام. طب التانج بروتروجن, لان كتير قوي بيقولي يقول لك كل ما زي البنت الاولانيه اللي كانت عماله تعمل كده وهي بتاكل كل الاكل بتاعها انتيريرلي قدام, ما بتعملش حاجه من ورا, ما بتعملش بوكيتنج اصلا, هي بتاكل قدام وساعات لسانها يروح وساعات تعمل درولينج. فلازم اشتغل على التانك بروتروجن من الاول. بعمل ايه بقى؟ اول حاجه الاورال موتور اكسرسايز بشتغل عليها, وبعدين بشتغل على الستروز من الاول عشان يقدر يدخل التانج. التانج يتعود انه على طول يشفط لورا, ما يبقاش طالع لقدام, لازم يشفط لورا. فاهم حاجه السيميليشن بالستروز دي مهمه جدا عشان تمنع التانج ثراستنج. وكمان الاورال موتور اكسرسايز اللي احنا قلناها لما بيبقى التانج كده وبعمل موبيليتي حوالين التانج وبعمل له ستيميليشن لورا والسايد ويز يمين شمال تحت والورا بيساعد على اقلل التانج ثراست. يبقى انا بعمل له بالاورال ستيميليشن بايدي التدريبات اللي احنا قلناها وعن طريق الايه الستروز, فبتقلل شويه الثراستنج بتاع التانج اثناء الاكل زي ما تقول الانتيريور ايه تشوينج exercise anterior chewing movements اللي كانت بتعملها الاطفال. طيب التانج لاتيرالايزيشن برضه نعملها stroking one side of the tongue in a back to front movement كده اهو, pushing the tongue to the opposite side of the mouth كده اهو, وبعدين to push against the tip for resistance. هوريكم الفيديو باين الحاجات دي فيه. وبعدين اخلي الطفل to reach out, احط فاكرين السكر لما بنحطه او العسل, يلا طلع
الحس العسل، الحس السكر بحيث ان هو ايه تو ريتش اوت التنج عشان تو تيست الجام او الهاني او اللولي بوبس او الايس كريم او whatever. فالتنج لاتراليزيشن مهم جدا ستروكن من ناحيه لناحيه عشان يعمل يحرك اللي هي سايد ويز. ليه التنج مهم جدا؟ عشان هو اللي بيعمل المانيبيوليشن بتاعت البولس اثناء التشوينج، عشان هو اللي بيعمل في الاورال بريباراتوري فيز مهم جدا التنج، وفي الاورال فولنتري فيز هو اللي بيزق عشان يبتدي التريجرينج اوف ذا سوالو ريفلكس. عشان كده لازم بشتغل على التنج. فلما التنج بيبقى ضعيف وبيبقى بيتحوش والدرولينج مش ممكن هيدي اورال بريباراتوري كويسه ولا هيدي اورال فولنتري كويسه، هيبقى الايه البوكيتنج اللي بتشوفوها وهيبتدي الدرولينج وهكذا المشاكل بتاعه الاورال بريباراتوري والاورال فولنتري فيز. فلازم نشتغل على نشوف اني الافكشن بتاع اني حاجه، لبس بس ولا التنج بس ولا التشيكس ولا الدرولينج ولا ايه، كل ده نعمل خطه وبنشتغل عليه. تمام. التنج اليفيشن زي ما احنا قلنا يا اما ممكن بالدنت اللي هو زي الات ممكن تعملوها، او ممكن عن طريق احط صباعي احطه في التلج واحطه هنا يلا طلع لسانك ها يلا انا عايزاه هنا، او احط سكر او عسل هنا يلا امسح العسل. ساعات منهم ما بيعرفوش وحوريكم فيديو ممكن ما يعرفش ان ايه يطلع يلحس العسل او السكر اللي موجود في الروف اوف ذا تانج. فده مهم جدا التانج بكل النواحي بتاعته مهم جدا عشان حكايه التانج مانيبيوليشن اوف ذا بولس. طب لو الطفل اللي عنده هايبر اكتيف جاج ريفلكس اللي هي الهايبر سنسيتيف زي البنت اللي شفناها كل شويه جاجنج وكل شويه فوميتنج، بعمل الاورال سنسوري ستيميليشن وبعمل ديسنسيتايزيشن بالزيرو زيرو ميرور اللي هي دي. تمام. بحطها في الايس وبعدين بعمل ريبيتد تابينج لجوه شويه عن طريق الانتيريور فوشال بيلرز، ريبيتد تابينج هنا ريبيتد تابينج هنا، وببتدي اخلي الطفل يبلع شويه. هو مكتوب في الليتريتشر انه بعد الريبيتد تابينج بتدي له كربونيتد بيفرج، ما اعرفش ليه، ما اعرفش الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها ايه، لكن في الليتريتشر مكتوب كده. ده الميكانيزم ان انت تعملي ستيميليشن للاورال موتور الاورال سنسوري ستيميليشن بال00 لارينجال سايز ميرور، بتدي التابينج وبعدين كربونيتد بيفرج، بيقولوا ان بتعمل سنسوري انهانسمنت للسوالوينج ريفلكس. فاذا الهايبر اكتيف جاج ريفلكس اول حاجه الاورال سنسوري ستيميليشن، وبتعني الديسنسيتايزيشن بالميرور او بالايس فينجرز. الناس الكبار بندي لهم حاجه زي كده اهو زي الايس كريم بيبقى موجوده فيها التلج. تمام. في كل الوقت بدرب الام في كل المراحل، بتدربي الام على كل اله وكل حاجه زي ما انتم شايفين اهي الموزه موجوده، الكربونيتد بيفرج موجوده والايس. تمام. بحيث وادي ال 00 لارينجال سايز ميرور. طب اللي يقول لي لا ما فيش 00 ماشي مش مشكله، نجيب السايز مثلا وفي واحد وفي اثنين وفي ثلاثه، ممكن الاحجام الكبيره بس يفضل الاحجام الصغيره. ده كان ممكن الولد ده يستحمل واحد او اثنين، لكن بيبيهات اصغر ما تستحملش الواحد ولا اثنين، هيستحملوا الزيرو. تمام. فلو ما لقيتيش الزيرو للكبار ممكن نشتري الاكبر واحد او اثنين او ثلاثه. تمام. طيب انا عايزه اوريكم هنا الفيديو. شايفين معايا يا جماعه؟ مفيش فيديو يا دكتوره سامية. مش فاكره. شايفين يا جماعه؟ لا لا ما فيش يا دكتوره ساميه، اللي ظاهر البرزنتيشن اللي هو الباوربوينت بس. شايفين كده؟ شايفين يا جماعه ولا لا؟ الصوره واقفه هو مش بيتحرك. لا هو اللي موجود بس الباوربوينت بس اللي معروض، لكن ما فيش فيديو. طب ثانيه واحده. انتوا شايفين كده؟ ثواني كده. كده شايفين؟ لا برضه يا دكتوره سامي. طيب ثواني. الباوربوينت. لا
شايفين كده؟ اه كده كويس. الولد ده كان عنده سيفير ويكنس في التانج، مش قادر يعمل تانج موبيليتي خالص. محطوط السكر مش قادر يجيبه. مش قادر يجيب التانج من هنا ولا هنا، زي ما انتم شايفين الايس بعمل له سنسوري ستيميليشن. بعمل له سايد موفمنتس. شايفين سايد موفمنتس؟ واعمل له ميد لاين موبيليتي. شايفين السلايفا قد ايه؟ فور هاو لونج دكتور سميع؟ المساج اللاترال والسنترال. المساج فور هاو لونج دكتور سميع؟ نعم؟ المساج اللاترال والسنترال فور هاو لونج لمده قد ايه؟ لا مش سامعه. بقول لحضرتك المساج لمده قد ايه؟ هل تاتش كده بس؟ التنبيه ده، التنبيه؟ اه التنبيه ممكن ربع ساعه قبل الوجبات. شايفين السيركلر موفمنت اللي بعملها حوالين التانك؟ يعني بعمل يمين شمال بريشر في الميد لاين وسيركلر موفمنت. تمام. بعمل التشيكس دلوقتي، بعمل من جوه التشيكس. خلوا بالكم دي فايبراتوري هاندل، يعني الهاندل دي فيها فايبريشن، وهو كان بيستعمل بيحبها وبيحب يستخدمها ببطاريه بتشغل الفايبريشن. وزي ما انتم شايفين ان ليها هيد، الناحية دي فيها تكستشر مختلف عن الناحية التانية، فيها نوبز دي والناحية التانية فيها نوبز صغيرة. سامعين الزنة بتاعت الفايبريشن؟ بعمل التانج يمين شمال في الميد لاين، وبعدين بشتغل على التشيكس الانر تشيكس. زي ما انتم شايفين اللبس مفيش خالص. يا وزوز اخبارك؟ الحمد لله. زي ما انتم شايفين مش قادر يعمل تانج لاترالايزيشن خالص، وابتدي اللعاب ينزل. دكتور، هو من ضمن التدريبات الاستيميوليشن ان انا اعمله استيميوليشن برضو بحاجه ليها طعم يعني زي ما لا مش لازم،
انا خلاص عملت السنسوري ستيميليشن وبطبق بقى عشان اللولي بوب عشان يحاول يطلع لسانه ويحاول يجيبه من هنا. اللولي بوب دي من احدى الحاجات اللي هي زي الايس كريم وزي السكر وزي تو ريتش اوت، يعني هو مجرد تو ريتش اوت هيز تانج ليه ان يوصل للحاجات دي. اه لكن ده مش ستيميليشن في حد ذاته يعني، ما يعني ما اقصدش قصدي ستيميليشن للطعم، انا كنت قصدي ريتشينج اوت تو ريتش الايس كريم اللولي بوب السكر الجام وات ايفر، لكن ما اقصدش للطعم. زي ما انتوا شايفين مش عارف مش قادر. دكتور هو العيان ده كان عنده speech problem برضو عشان الويكنس؟ لا لا لا، هي بس الدرولينج والاورال فيس بروبلم. ما فيش زي ما قلت لكم الاورال بريباراتوري والاورال فولنتري مش شغاله، مش قادر يبلع، والدرولينج شغال. دكتورة سامية لو سمحت، هو ممكن ياخد ديوريشن قد ايه لحد ما يحصل له امبروفينج؟ نعم، يعني ياخد ديوريشن قد ايه لحد ما يبقى نورمال، يعني المده اللي بياخدها الكلام ده بديله شهور. يعني مثلا انا بدي الجلسه مثلا ربع ساعه وبعلم الام تعمل الجلسات دي قبل الوجبات كل يوم كل يوم، ممكن بقى شهر شهرين ثلاثه بيتحسنوا جدا، بس بياخد وقت، خاصه الولد ده سيفير اصله، مش زي التانيين. يعني من الكلينيكال اكسبيرينس بتاعت حضرتك لما المذر بتسال يعني انا ابني يعني بعد قد ايه هيبقى نورمال وياكل عادي والدنيا يعني تبقى كويسه، يعني ممكن مثلا شهرين ثلاثه يتحسن، الاقي في تحسن وهي في الارتكيوليشن. لانه عنده ديفيكولتي في البوزيشننج بتاعت التانج في الارتكيوليترز. طب وانا بطلب من المذر قبل كل وجبه ان هي تعمل كل التمارين دي في قبل الثلاث وجبات اللي هو بياخدهم الطفل؟ بتعمل التنبيه ده، انا بس عشان ده بطيء، لكن المفروض ان هي تبقى اسرع من كده، يبقى ربع ساعه كل الحاجات دي. اهم حاجه تدريب للابر ليب واللور ليب والاكسترنال شيك والانترنال شيك والتانج. تمام. اللي بقول لكم التانك تيب اكسرسايز لفوق اهو زي ما وريتها لكم، ممكن بالبريفر وممكن بصباعي. يعني حضرتك بتطلبي منه انه تطلع لسانك لفوق؟ لفوق يعني حضرتك بتعملي تاتش للهارد بالت وبتقولي له حاول تطلع لسانك في السنترال انسايزر، وراها على طول في الجينجيفا اللي ورا السنترال انسايزر عشان يعمل اليفيشن التانج اللي انا كنت لسه بوريها لكم، اللي هو التانج اليفيشن اكسرسايزز. تمام. اللي انا عملتها التانج لاترلايزيشن دي تانج اليفيشن عشان يقدر يجيب التانج تيب ساوندز، زي ما انتم عارفين الت د ن ل كل دي مش هيعرف يجيبه غير لما يعمل تانج تيب اكسرسايزز او التانج اليفيشن. يعني ده الباك اوف ذا تانج، شغال على الباك اوف ذا تانج عشان يقدر يجيب الباك اوف ذا تانج ساوندز زي الك والج. طيب يا دكتوره سامية، هو بيستخدم حاجات علشان يوصل للولي بوب او يعمل حتى
يوصل الشجر او الحاجه الحلوه اللي بيحطها لها الهارد بلت على الجينجيفا، يعني بيعمل نيكروتيشن و ايوه صح زي ما انتم شايفين، هو مش قادر يطلع لسانه، فقول له ودي لسانك يمين يروح عامل راسه مش قادر. مش فاكرين لما كنا بنقول في الاسيمتريكال تونيك نيك ريفلكس والعيانين بتوع السيريبرال بولسي لازم يعمل ديسوسيشن بتوين الهيد موفمنتس والتونج موفمنتس، مش كل ما يطلع او ياكل يروح عامل لك الهيد، لا يعمل ديسوسيشن بين الهيد والاورال، لازم ياكل وتبقى ديسوسييتد من بعضها، ما تبقاش هو بيعملها الولد ده بيعملها بلوك، طلع لسانك يعملها راسه، فعشان كده بثبت راسه، طلع لسانك يمين شمال وهو مثبت راسه في الميد لاين، ما ينفعش يحرك لسانه، فلازم يعمل ديسوسيشن بتوين الاورال موفمنتس مع الهيد موفمنتس، فدي عايزه سكيلز، فلازم يتعود، ودي لسانك يمين شمال، حطه فوق، حطه طلعه لبره، ده عنده مشكله في تطليع بره، مشكله التطليع جوه انه يبلع زي ما تشوفوا جايين جاي يبلع، قول الكه كه كه يروح عامل لك سلايفا بيعمل درولينج، ابلع مش قادر فبيعمل درولينج، فكل دي اكوردنج بقى للويكنس اللي عنده بتعمل لها البلاننج، اني اكسرسايز اللي هتعملها له، هو عنده كمان بوكيتنج فلازم اشتغل على التشيكس من جوه، بشتغل على التشيكس من بره، والليب طبعا اكسرسايز ده اساسي عشان الدرولينج، فاشتغلت زي ما اشتغلت في البيبيز اشتغلت في ده، بعمل الليب اكسرسايز، بعمل الاكسترنال تشيك انترنال تشيك التانج كله بقى، لان التانج زي ما انتم شايفين حته بتاع ولا عارف يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، فبعمل لاترالايزيشن سايد ويز يمين شمال التانج ديبريشن من الميد لاين، وبعدين ادخله لجوه، وبعدين اعمل له اور زي سيركلر موفمنت حوالين التانج، وبعدين ادخله لجوه، ادخله لجوه ليه؟ عشان يعمل تريجرنج للستيميليشن، يعمل تريجرنج للسوالو ريفلكس عشان يبلع السلايفا ويعمل، ما هو الاورال فولانتري بتتم ازاي؟ لما التانج بيبعت البولس لورا وبعد يوصلها للفوشيال بيلرز وتعمل تريجرنج للسوالو ريفلكس، هو مش عارف يعني يدخلها لورا، مش قادر التانج قدام وتانك ثراستنج عمال ينزل اللعاب، فكل ده مش قادر يدخل يشتغل ولا اورال بريباراتوري ولا اورال فولنتري، فكله بيدلدق على بره، فعشان كده لازم يعمل مانيبيليشن للسلايفا بتاعته وتمانج السلايفا، هيشتغلها ازاي؟ بالاورال موتور، لازم يشتغل، لازم يحسها، ما يفضلش الدلدق وهو مش حاسسها، فلازم تشتغل مع اورال موتور من الاول عشان يوصل معاه لبروبر اورال بريباراتوري واورال فولنتري فيز. تمام؟ هوريكم اللي بعد اللي بعده للليب. ده للليب. دكتور وانا هنا بقول له ايه؟ بقول له يعني يعمل ليب سيل على هحطها وما تشدهاش. بص يا دينا بتقولي له ايه؟ هحطها بين شفايفك وانت انا هشدها بس انت امسكها. زي ما انا بقولها له كده. بسنانه ولا ولا باللبس؟ بسنانه ولا باللبس؟ يمسك عليها بسنانه؟ لا باللبس بس مش بالسنان. لا لبس بس عشان اقوي اللبس اللي هي بتنزل لي السلايفا. لبسيل يعني انا بقوي اللبسيل. عشان اعمل اللبسيل ايوه. دي التانك بروتروجن بقى عشان اعمل تانك بروتروجن. شايفين بيعوج راسه ازاي؟ دكتور ساميه معلش الاكسرسايز اللي فات اللي بنطلب منه ان هو يمسك التانك ديبريسور باللبس ازاي بقى مع حد مثلا لو اي كيو بنقدر نعمل كده؟ دايما بيمسكه بسنانه. مش هيعرف اللو اي كيو مش هيعرف. طب ازاي اعمل؟ لازم يبقى كوبرتيف وفاهم انت مطلوب منه ايه، لكن لو اي كيو مش هيعرف الا لو هيعرف يقلدك، لكن لو اي كيو هيروح امسكها لك بسنانه. بسنانه فعلا. طب في هل في اكسرسايز ثانيه لللبس علشان اللبس العادي بقى مش لازم ده، ده سوفيستيكيتد شويه عشان الولد اكبر، لكن طب النيكيو بعمل فيهم ايه؟ الاطفال اللي في الحضانه بشتغل كده من اول الكورنر هنا كده بريشر تاتشينج وبريشرينج تاتشينج بريشر من اليمين للشمال فوق وبعدين من الشمال لتحت داير وبعدين داير ما يدور
لبس ده علشان أوكي. يعمل proper suction. خلي بالك في النيكيو ما بيعرفوش يعملوا suction او عندهم poor suction عشان مش قادرين يعملوا breast feeding. البريست فيدنج ده عايز energy فما بيعرفوش تمام. فعشان كده بقوي العضلات بتاعت اللبس ده عشان كبير شوية وفهمني. لكن في النيكيو طبعا ما بعملش الكلام ده. الاكسرسايز مختلفة خالص زي ما كلها passive الصغيرين. نعم كلها passive ما فيهاش حاجة active من الطفل نفسه. بالظبط كده بالظبط كده. التانيين البيبيهات في النيكيو ده passive ده active عشان ده كبير. والاطفال اللي عندهم الاورال افيرجن زي الطفله اللي هي بتعمل هايبر سنسيتيفيتي والهايبو سنسي لا ده اكتف اكسرسايز بطلب منها تعمل واخده بالك. وده كومبليت اورال ستيميليشن عشان اكتف منه. في جزء باسيف بشتغله وجزء باسيف زي ما انتم شفتوا اكتف وباسيف. الباسيف زي ما انتم شفتوا انا بعمل بالتلج وبعمل ستيميليشن ده باسيف مش عايزه منه حاجه. بعد كده بعمل بعد ما خلصت السيميليشن اقول له بقى اشتغل. طلع لسانك هات السكر اللي من هنا يمين شمال طلع لسانك فوق طلع لسانك لقدام. لما اخذ بتاع ده اللولي بوب ابلع ابلع ريقك ما ده اكتف عشان اشتغل البوستيرير بروبلشن عشان اشغل البوستيرير بارت اوف ذا تانج. وبعدين كمان طبقتها على الارتكيليشن قلت له يلا اللي هي التانج تيب ساوندز والباك اوف ذا اوف ذا تانج اكسرسايز اللي هي الك والج واشتغلت على التيب ساوندز ت د ن ل كل دول بشتغلهم بعد ده بعد ما خلصت التدريبات بشتغل على الارتكيليشن. طيب دكتور معلش في بعض الاطفال لما بنيجي نعمل لهم ثيرمال ستيميليشن بيبتدي يحصل لهم بالذات الهايبر سنسيتيف بيحصل لهم جاد مع الثيرمال ستيميليشن. هل ايه بقى ليه؟ لان انت بتعمليه في الميد لاين اهم حاجه ايفن على السوشيال بيلرز برضو بيحصل احيانا ما توصليش للبيلرز ما توصليش اوصلي لقدام عند اخر مولر عند اخر السنه بتاعت المولر اشتغلي على الخد حتى من جوه ما توصليش للانتيريو فوشيال بيلرز عشان الهايبر سنسيتيفيتي قوي بيبقى عنده هايبر اكتيف جاج ريفلكس. فبعدي عن الجاج عن الجاجينج خالص ما تدخليش في الميد لاين يبقى اشتغلي في اللاترال بس قدام ما تشتغليش ورا. تمام اوكي تمام فما تخشيش ورا خالص اطلعي لقدام وهيشتغل نفس الايفكت هيعمل نفس الايفكت. انا كل ده بتشتغليه بالايسينج. الايسينج ده نفسه بيعمل سنسوري ستيميليشن للبرين. فمهم جدا ان انت بس تعمل ستيميليشن مش لازم البوينت اوف ستيميليشن. ما يعني هي على انتيرير فوشيال بيلز بس ممكن التريجرنج اوف ذا ريفلكس ممكن يكون سموير ايلس. فهماني؟ فمهم اهم حاجه تعمل ستيميليشن وير ايفر لكن تبعدي عن الجاجن. تمام اوكي ثانك يو دكتور. اوكي نكمل بمشيها بعد كده شويه بشويه دكتوره ساميه لورا لغايه ما اوصل للانتيرير فوشيال بيلرز ولا ولا عادي بس. لكن لو هو شغال عليه وبيعمل ديسنسيتايزيشن من قدام قبل الانتيرير فوشيال بيلرز شغاله. لكن لو المهم ان انا ما اوصلش للجاجنج ابدا. اذا كان هو عنده جاجنج فانا ابقى شغال احط له دي يعمل له جاجنج تاني هيكرهها ومش هيعملها هيرفضها. زي البنت اللي كانت جايه بتتف وبتعمل وباول ما تشوف الـ 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 الطبق تروح مرجعه. طب ما هي هتشوف البتاع دي هترجع لان دي بتعمل لها جاجنج فهترفضها. تمام فهمني. فلازم تبعد عن الجاجنج نهائي لان هي اصلا بتشتكي من الجاجنج زي ما شفنا. طب معلش يا دكتوره ساميه ازاي اعمل اليمينيشن للحاجات اللي هو بيستخدمها؟ يعني مثلا الولد اللي بحاول اعمل له لبسين ده ممكن يقفل بسنانه. يقفل بسنانه خلاص هو مش فاهمني. هعمل انا بقى استيميليشن زيه اعمل انا على نفسي. بص انا بعملها ازاي اهو شفايفي بس بقي بس مش سناني يا احمد بفهمه وبعمل قدامه. لو مش عارف بجيب اخوه واخلي اخوه يعمل قدامه بتبقى حلوه جدا كومبيتيشن حلوه جدا ان اخوه بيعمل زيه يبقى بيحاول يقلده. ما ينفعش اجيب مامته ما ينفعش احط قدام المرايه يشوف قدام المرايه نفسه بص انا بعمل ايه يلا انت تعمل زي. هل ممكن اعمل اليمينيشن للتيث بان انا احط حاجه مثلا مسطره؟ اعمل اليمينيشن لايه؟ للتيث احط حاجه مثلا دبن سنانه اهو كده بدل التانج ديبريسور الخشب لا ورا على التيث نفسها
لا مش فاهمة يعني ايه؟ يعني احط حاجة مثلا بين اسنان على اساس ما يقفلش الاسنان يعني يبقى مضطر ان هو يعمل لبس يعني. هتبقى صعبة. انا بعملها دي بحط العضاضة على السنان عشان اقدر اعمل استيميليشن للانترنال تشي، لكن لو حطيت عضاضة مش هيفهم. طب هيقفل الليب ازاي؟ يعني لازم يقفل لي الليب. تمام تخافي يبلعها يعني لو هو كده ومش عارف. اصل دي خلي بالك دي complicated movement بالنسبة له. تهاندل حاجتين في نفس الوقت، انت طالب منه انه يعمل كلانشنج على حاجة بالسنان وطالب منه انه يعمل على اللبس، فدي حاجة اتنين. فالتو فاكتورز دول ممكن يلخبطوه، يروح بلع لي اللي في بقه فتخاف. تمام فتخاف من كده يعني. اوكي تمام دكتور سامي، شكرا شكرا ربنا خير. دكتور معلش بعد اذن حضرتك، انا كنت بسال الاطفال اللي عندهم sensory food aversions او oral aversions او كده، انا بستخدم كل الستبس بتاعت الاورال موتور اكسرسايز حتى لو مفيش ويكنس يعني الليب والتونج، بفضل اعمل كل الكلام ده حتى يعني مش شرط ده. انا فاهماه ان في الاورال aversion مبيبقاش فيه ويكنس. لا مش لازم يبقى فيه ويكنس، لا فانا بستخدم يكون عنده بعاد رولينج او without رولينج. البنت اللي انتوا شايفينها اللي كانت بتنزل لكن ممكن ما يكونش فيه ويكنس. طيب هي ما بتتحكمش. يبقى ساعتها there is no role for oromotor exercise ولا ايه؟ طب ما عندها hypersensitivities، عندها gagging وعندها vomiting، واول ما تشوف الاكل بترجع. هعمل كل الستبس دي يعني، هحاول برضو اعمل الباسيف والاكتيف ليب يعني ان هو يعني ان هو يطلع لسانه بره عشان يدوق العسل. هعمل كل الستبس نفسها مش هاكسكيوت حاجه. لا مش لازم بقى تطلع لسانها، مجرد بس الديسنسيتايزيشن يعني التشيكس الابر واللور ليب والتونج اكسرسايزز بس. مش لازم بقى ان انا تريتش اوت عشان توصل للعسل. بعمل التونج دي عشان التونج موبيليتي ديس اوردرز او ويكنس في التونج. تمام. واللي عندها oral preparatory والoral voluntary عندها weakness فيهم، posterior propulsion بتاع التنج تعبان، فبعمله في التنج mobility disorders. مش شرط ان يكون عندها hypersensitivity وعندها muscle weakness في التنج، لا. أيه. مش لازم. أيه. فمش لازم تمام. تجو through كل البرنامج ده، ده مخصص للولد ده. أيه. ده modified او زي ما تقولي tailored for this boy، لكن ما كانش للبنت اللي كانت عندها جاجين. تمام دكتور. تمام. البنت دي اللي هي اللي كانت جاية بسبيتنج وكده وجاجين دي على طول اشتغلت لها بالاكسترنال والانترنال والعضادة بس. تمام يا دكتور. اللي اشتريناها من ماذر كير بس. تمام. مجرد بدي سنسيتايزيشن او بتعملي دي سنسيتايزيشن نفعت معها جدا. وفي الاخر بس هوريكم الصورة، لا بعدين هبقى اوريكم الصورة بس عشان اكمل لكم الفيديو. مش قادر خالص، شايفين بيودي راسه بيحاول بكمبنسيشن براسه. دي العضاضة عشان البايتنج والتشوينج. ده انت مش ملاحظ ولا ايه؟ المكنه اشتغلت يا ابني والزبائن جاز ايه؟ بحب ابشرك بقى ان ده هيبقى اول مؤخر زبون. وبعمل التشوينج اكسرسايز معاه. الجوجا انت صحيه؟ ماما صحيه؟ دكتور انا هنا برضو بقول له عض على العضاضه وما تسيبنيش. أيوة. ده البايتنج، ده البايتنج. بعد كده اللي انا بعمله تشوينج عشان يمضغ. ده مش عارف حتى يمضغ، هتحطي العضاضه وتحاولي تخليه يمضغ. وفاكرين الجو اكسرسايز يزق من يمين زق من شمال؟ للجو هنا وهنا، يعني ده بايتنج بعدين تشوينج. تمام؟
ده البنت بقى اللي بوريها لكم اللي هي في الاخر. ده التانج اللي هو تانج إليفيشن إكسرسايز اللي قلنا التانج تيب، وبعدين قول تت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 
او زي ما انتوا شفتوها اللي هي الاله اللي كانت محطوطه دي وليها نوبس كده اهو بحطها في التل وبشغلها تمام. وفي الاخر البنت اللي كانت بتشتمني وبتتف عليا في الاخر بستني ليه؟ لان خلاص بقت تشوف الاكل وتبلع وبقت الحكايه تمام. ما خدتش اقل من شهر يعني، كانت الاكسرسايز يا دوبك انا علمتها لها والام عملتها في البيت. وبعدين كانت قاعده في الدمرداش كده، كانت الام مديلنها الوجبه عباره عن لسان عصفور، ابتدت ايه تحط صباعها فيه في اللسان العصفور وابتدت تدوقه، ابتدت تحس انه ايه الله ده مفيش جاجنج مفيش فوميتنج، فابتدت تمشي الدنيا معاها وابتدت تحس ان ايه ما هي اتصفانه هي مفيش مشكله. فهي عباره عن ديسنسيتايزيشن، بتقلل الاحساس بالهايبر سنسيتيفيتي اللي عندها كل حاجه، ومش كل حاجه بالنسبه لها بينفول ستيميليشن، فبالتالي بتقل شويه السنسيتيفيتي وبتتعود ان هي تاكل كويس. لكن دي ما ادتلهاش الاكسرسايز بتاعه الولد، لا دي يا دوبك ديسنسيتايزيشن بالالات اللي احنا قلناها وبالعضاده يمين وشمال عشان البايتنج وعشان التشوينج وعلشان الديسنسيتيزيشن لللبس وللاكسترنال شيك والانترنال شيك والبالايس، وانتهينا على كده بس، ما ادتلهاش بقى الباقي لان التانج بتاعها كويس تمام. وما كانش عندها درولينج مش زي البنت اللي كنا شايفينها عماله وتعمل من قدام، دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه واللي في النيكيو حاجه. الاكسرسايز مختلفه اكوردنج لكل بيبي بريزنتنج بايه، خدتوا بالكم؟ اهي كلها اورال موتور بس مختلفين. الطفل الاخير شفتوه غير الطفله دي، غير الطفله اللي كانت بتعمل انتيريور مانشنج موفمنت بتاعه البايتنج والتشوينج وبتعمل جاجنج، فدي مختلفة عن بتوع النيكيو كمان. اوكي؟ أي أسئلة بقى؟ أنا كده خلصت، في أي أسئلة؟ دكتور هو الولد ده الكومبلين بتاعته يعني كدايجنوز بتاعه هو بس جاي مشكلته بس إن هو مش عارف يبلع والدرولينج سلايفا بس، ولا دي بارت من يعني من دايجنوز كبير ما تشخيص ده حاجه اكبر من كده؟ انا مش فاكره تشخيصه ايه، بس انا اعتقد ان كان عنده سبيتش بروبلم، بالتالي لانه مش قادر يعمل تدن يبقى اكيد السبيتش افكتد. انا مش فاكره بالظبط كان ايه، لكن اكيد كان معاه سبيتش بروبلم اكيد. يعني ممكن حاجه يعني سنترال بي دي ام اتش مثلا او حاجه زي كده؟ ممكن يكون اولد بي دي ام اتش، ممكن يكون اولد. طب في سؤال بقى ما حدش سألهوني، ليه الطفل ده ما يكونش أبراكسيا؟ والله كنت لسه بقول حالا كده. ايوه ما ده السؤال اللي انا قلته، ان هو عنده speech problem ولا لا. طب ليه ما حدش سألني يمكن يكون عنده أبراكسيا أو speech؟ ليه لا؟ اه ممكن لا. طب تقولي لي الديفينيشن بتاع الأبراكسيا ايه؟ ان هو يعني يقدر يعمل الموفمنت دي كريفليكس لكن ما يقدرش يعملها بلانك. بس خلي بالك الابراكسيا نو ويكنس. اه اوكي ده بالظبط كده. يبقى ان ذا ابسنس اوف ويكنس اول شرط من الابراكسيا اللي تفرقه من الديسارثريا. الديسارثريا في ويكنس للارتكيوليشن والفونيشن والريزونانس، لكن الابراكسيا ان ذا ابسنس اوف ويكنس ما بيقدرش يعمل دول، دي الاهم حاجه. لكن ده زي ما انتم شايفين في ويكنس وفي سلايفا درولينج وي يبقى دخلته في الكاتيجوري بتاعت الديسارثريا. يعني دخلته في الكاتيجوري ممكن يكون اولد بي دي ام اتش ومعاه ديسارثريا بروبلم، فده نفى ان يكون عنده ابراكسيا. فاهمين؟ فده السؤال، ليه ما يكونش ابراكسيا؟ اول حد هيشوفه يقول لي اه لا ده مش قادر، بقول له طلع يمين يعمل دراسه بيحاول، لا مش لا. فممكن لاول وهله تفتكري ان هو ابراكسيا، لكن لا in the absence of the weakness ممكن يكون في ابراكسيا، لكن ده ويكنس باين. ها اي اسئله؟ بعض الاطفال يا دكتوره سامية اللي عندهم تانج تيب، بعض الاطفال اللي عندهم تانج تيب بروبلم ما بيعرفش يعمل تانج اليفيشن. التانج ليب ولا التانج ايه؟ تانج تاي قصدك؟ لا عندهم تانج تيب بروبلم ما بيعرفش يعمل تانج اليفيشن.
لكن بس في تانكاي ولا ما فيش؟ لا 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 ما فيش. ما فيش تانكاي لأن التانكاي بيمنع. التانكاي لو سيفير بيمنع التانك تيب ساوندز، لكن لو هو مايلد ومودريت وممكن ما يكونش مكتشف ما يعملش حاجة. لكن خلي بالك، كنت عايزة أجاوبك على نقطة. التانج تاي ده ساعات بيمنع البرست فيدينج، فممكن يجي لك الطفل في النيكيو أو بعد النيكيو بشوي يقولك مش عارف يعمل برست فيدينج، وشخصه بتاع الجراحة إن عنده أو بتاع الأطفال إن عنده تانج تاي، فلازم تتأكد إن ما عندوش تانج تاي. تمام؟ لا ما عندوش. التانك تيب ساوند زي ما احنا بنقول التانك تيب ساوند مش قادر يعمل تهدان، بنعمل له ستيميليشن بالكولد او بالبريفر زي ما قلنا. ها طلع لسانك فوق تهدأ، زي الطفل اللي شفناه ده، زي الطفل الاخير. ما هو بالظبط يا دكتور سامي، بنحاول نعمل له تريننج ده، لا بنحاول نعمل له تريننج ده بيجي بقى يقفل بقه. ايوه بقى لو مش قادر يعمل التانك تيب اكسرسايز، ايوه مش قادر يجيب التهدان، لا ما دول كلهم تانك تيب اكسرسايز او تانك تيب ساوندز. نعمل له التمرينات عشان يحاول يجيبهم. مش عارف ممكن نعمله sensory stimulation بالتلج في مكان السنترال انسايزر وراه في الالفيلس اللي ورا السنترال انسايزر عشان يحس مكانها فين. تمام تمام، عشان يوصل للالفيلر مارجن او الالفيلر. ايوه ما هو لو تفتكر نيجي للفوناتكس، ايه هم دول اللي هم الفيولر ساوندز اللي هي ايبيكو دنتال. يعني ايه ايبيكو دنتال؟ من الايبكس اوف ذا تانج مع الدنتال روف اللي هي الالفيولس، فدي المكان. فالايبيكو دنتال مش عارف يجيبها، بعمل لها ستيميليشن. ما بقول حضرتك بيقفل بقه، بيقفل عشان يطلعه. يعني بيعملش تانج ستيميليشن برضه. لو هو مش عارف يعمل تانج إليفيشن، بتساعده إن يعمل تانج إليفيشن إكسرسايز زي اللي شفناها دي. أوكي؟ ما أقول لحضرتك الأستاذ سامي بيقفل بقه، هو لما تيجي تعمل إليفيشن مش عارف يعمل إليفيشن بيقفل بقه. لا السمع. بقول لحضرتك بيقفل بقه، بيعمل ماوث كلوجر علشان يوصل للبوينت دي. الولد ده؟ آه. ايوه ما هو بيحاول يعمل كومبنساتوري موفمنتس عشان الطنج مش قادر يساعده، فبيعمل براسه، بيعمل بلسانه وهكذا، لان لسانه واقف في النص مش قادر يحركه فبيحرك راسه. فاحنا لازم نعمل ديسوسيشن بين الهيد موفمنتس والطنج موبيليتي، لازم تديسوسييت، لان دي حاجات من البريميتيف ريفلكسز لازم يخلصها بدري. فكون ان هي موجوده معاه دي حاجه ريفلكسز المفروض يكون خلاص خلصنا منها. فهمني؟ تمام. فلازم يعمل ديسوسيشن، لازم يخلص منهم. تمام. في اي اسئله تاني؟ السلام عليكم دكتوره ساميه. عليكم السلام، ازيك يا حاتم، عامل ايه؟ الله يخليك يا فندم. شكرا جزيلا على المحاضره القيمه اللي اضافت لنا كتير. الله يكرمك. انتوا على فكره التسجيل هتخليكم تشوفوها تاني، لان انا ممكن كنت بتكلم بسرعه، فممكن لما تشوفوها تاني وتقروها حت يعني تكاتش اب الحاجات اللي انت ما تفهمتش، فما فيش أكيد. مشكله يعني اكيد حضرتك. ليه بس سؤال بسيط، النيوبورن في النيكيو هاو تو ديكريز الاسبيريشن بينتريشن، هل ممكن نعمل سيكنج اب للفورمولا او الملك، ولا هاو تو امبروف البينتريشن اسبيريشن especially في ال... في النيكيو لو عنده aspiration، صح؟ مش سؤالك تمام. لو عنده aspiration احسن الaspiration ازاي لو هو في النيكيو؟ نعم بالظبط. طبعا نمره واحد oral feeding is contraindicated، مش هقدر اكله بالبق، صح؟ يبقى على طول نيزو جاستريك. بيبقى على اورو جاستريك او نيزو جاستريك تيوب. بالظبط كده، اورو جاستريك او نيزو جاستريك. طب هسيبه زي البيبي الاولاني ده، هسيبه كده اهو زي ده. او حتى اهو ده.
اهو ده مثلا كده عنده، ولنفترض ده ما كانش عنده اسبيريشن، لكن ولنفترض ان ده عنده اسبيريشن في النيكيو، هعمل له نيزو جاستريك تيوب او اورو جاستريك تيوب عشان تو انشور نيوتريشن. طب الاسبيريشن اعمل ايه؟ لازم اخف من الاسبيريشن من السلايفا، فلازم اعمل سلايفا مانجمنت، اعمل ريبيتد سكشن كل ساعتين. مين اللي يعملها؟ الحكيمه، او لو الماما بتتعلم، حتى لو طلع من الحضانه، لان ده ولد زي ده 3 شهور قال لك هطلعه من الحضانه حتى بالرايل، يطلع من بالرايل لانه ستيبل. لا ده مش ستيبل طبعا، لكن افرض ان الثاني ستيبل، هطلعه لانه ستيبل خلاص، ما فيش دي ساتوريشن ولا فيش اي حاجه، ويعمل ريبيتد سكشن. الام بتتعلم في الحضانه انها تعملها كل ساعتين، يعمل ريبيت السكشن عشان السلايفا، عشان ما يعملش اسبيريشن على السلايفا. ونعمل ايه كمان يا حاتم اثناءها؟ يبقى اورال فيدنج از كونترا انديكيتد، الرايل ان بليس، ونعمل ريبيتد سكشن، ونمر 4 على طول الاورال موتور ستيميليشن. اورال موتور ستيميليشن عن طريق الاكسترنال تشيك، الانترنال تشيك، التانج والجم واللبس، كله 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 بعمل ستيميليشن عشان اعمل الاورال موتور ستيميليشن، تمام؟ عشان اقلل من الاحتمال ان هو يتكوم السلايفا ويشرق عليها. اعمل المانجمنت بتاع الاسبيريشن ازاي؟ هيروح لوحده، خاصه لو هو اماتيور، خاصه لو هو عنده نيورو ماسكولار انكوردينيشن، لان معظم العيال الاماتيور دول بيبقى عندهم نيورو ماسكولار انكوردينيشن، بيروح لوحده كمان شهرين 3 شهور وهكذا، بيختفي لوحده. تمام؟ فاهم يا حاتم؟ تمام، شكرا دكتوره سامي. لكن لو طفل، لو نيو بورن ما عندوش سايلنت اسبيريشن، لارينكس دراي، نوت لو ايه؟ اعمل ترايل، وي كان اد ثيكنينج باي ريسور ثيكنينج اب مثلا للفورمولا او الميلك، ولا لا؟ اتس نوت ابليكابل. ما بقدرش اعمل ثيكنر، ما بقدرش اعمل ثيكنر زي الكبار، لا، ولا لان ده مش تكستشر سبيسيفيك، لا ده هو عنده اسبيريشن لكله. طب انا اعمل ثيكنر، طب ما ممكن يعمل اسبيريشن على الثيكنر برضه. هو مش حكايه التكستشر ده اللي عنده اسبيريشن توردز، لا هو عنده اسبيريشن في كله. وطبعا طفل في النيكيو هو ما عندوش غير اللبن بس، طب لو انا تخلت له اللبن ما هو مش هيقدر يشربه، ده هو مولود عشان على البريست فيدنج بس، الفورمولا يا بريست فيدنج يا فورمولا، ما يقدرش ياخد ثيكنر، ما يقدرش، لان هو مش ما يقدرش ياخد بالسبون، تمام؟ وبعدين هو مش اسبريشن توردز مثلا الفلويدز بس، والثيكن والتخين والسمي سوليد شغال، لا هو عنده اسبريشن توردز الفلويدز. لما يكبر بقى نشوف عنده اسبريشن توردز ايه، لكن هو ميلك خلاص، يبقى الميلك همنع بقى الاورال فيدنج بالنيزو جاستريك شغال، والاورال ستيميليشن شغال، شهر شهرين بتلاقيه زي الفل. الا لو كان الاسبريشن بسبب مثلا حاجه تانية، بسبب لارينجو ماليشيا، بسبب التراكيوسوجيل فيستولا، بسبب لارينجال كلافت، تمام؟ لازم تو اكسكلود كونجنيتال اورجانيك كوزز. انا بتكلم على انه لو ما فيش اورجانيك كوز، ما عندوش اللارينجال كلافت، ما عندوش لارينجو ماليشيا، ما عندوش فيستولا وهكذا، ده كومبليتلي نورمال، اللي هو فانكشنال، اللي هي الفانكشنال اماتوريتي، اللي هي الفانكشنال ديسفيجيا، ده هتتحسن بالاماتوريتي دي، هتتحسن بالوقت. اوكي، شكرا جزيلا دكتوره سنة، شكرا. عفوا، في اي اسئله تانية يا جماعه؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ كل سنه حضرتك طيبه. ازيك يا سالي؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ شكرا يا دكتور على المحاضره، حضرتك اكتر والله، ميرسي على المحاضره الجميله دي يا دكتور. الله يخليك، الله يخليك، ربنا يخلي حضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك على التانج موفمنتس، واحنا بنعمل ستيميليشن حضرتك قلتي انه احنا ممكن بنعمل في البوزيشن ان هو على قدام او على ورا عشان السوالو والبره، وبيحاول يليك اوف الحاجه باللولي بوب مثلا. ايوه، الفكره ان الكلام ده فعلا بنلاقيه موجود في الكتب، بس في مرات تانية حضرنا ورك شوبس اتقال فيها ان لا ما نشتغلش على التنغ غير في فانكشنال بوزيشن، ان اللي بره ده مش فانكشنال بوزيشن ولا للسوالوينج ولا للسبيتش، فبلاش. أيوة، نشتغل الحاجات اللي على بره. فرأي أيوة حضرتك ايه في القصه دي؟ يعني هل نشتغل عليها ولا لا، لان ده مش فانكشنال بوزيشن ديورنج السوالوينج مثلا او الفيدنج؟ ما هو اصل الولد ده
اشتغلت بره ليه؟ لانه هو مش قادر تلك، مش قادر يطلع لسانه بره. لكن هل التدريبات دي بعملها لكل العيال؟ لا. فعلا الكلام اللي في الليترتشر ده موجود مظبوط صح، لان ده مش فانكشنال في السوالوينج. لكن الولد ده عنده مشكله في الليكينج، مش قادر ياخد السكر من هنا، مش قادر التانج لاترلايزيشن، مش قادر يعمله، مش قادر تطلع تو ريتش اوت ذا تانج تو ريتش عشان السكر ولا البتاع، مش قادر. فعشان كده استخدمت له الحاجات اللي لازم يطلع لسانه فيها، زي البوب، زي اللولي بوب او الايس كريم او الشوجر او الجام او whatever. واللي ده اللي موجود في الكتب، لو عنده inability to protrude his tongue لازم هتعمليها. لكن هي في السوالوينج لا، ده protrusion، ده تدريبات للtongue protrusion، في تدريبات للtongue lateralization، في تدريبات للtongue اسمها ايه دي فوق، اسمها ايه elevation. يعني حسب الديفيسيت بالضبط كده، دي ديفيسيتس معينه للتانج ديس اوردرز، للموبيليتي ديس اوردرز اوف ذا تانج. لكن هل تنفع للعيال الثانيه؟ لا، ملهاش دعوه بالسوالوينج. تمام. ايه ليها دعوه بالفيدنج؟ ليها دعوه بالفيدنج. عشان كده بقول لك في الاول، اول محاضره قلت ايه، افتكروا البيبي ده جاي لك عنده فيدنج ولا سوالوينج ولا بوث الاثنين. ممكن يجيلك بان ابيليتي تو سك، ان ابيليتي تو سك بس، يعني ما عندوش سكشن، مش قادر ياخد بريست فيدنج. عشان كده دخلنا اللاكتشنج ديفيكولتيز اللي بتحلها لنا مين؟ اللاكتيشن كونسلتنت. فعشان كده اللاكتيشن اللاكتشنج ديفيكولتيز دخلت لبتاع التخاطب ليه؟ دخلت لي غصب عني، لان في لاكتشنج. طب ما يمكن يكون تانك تاي، ما هو ممكن يجي لك انت عشان سبب التانك تاي اللي مش عامل لاكشن، ما هو ممكن يكون كلفت سوفت بالت مثلا ومش قادر يعمل لاكشن عشان مش قادر يعمل نيجاتيف بريشر. فعرفتوا اللاكشن جات لنا ليه؟ طب ما دي هتقولي لي لا دي لاكتيشن كونسلتنت انا مش هشوفها. لا، هتشوفيها، هتشوفيها in a way or another بطريقه تانية. فهماني؟ تمام يا دكتور. طب معلش انا حاسه لا، هي فعلا زي ما بتقولي، هي مش سولوي، هي مش سولوي، هي فيدنج. الطفل ده عنده فيدنج. ايوه، الاخير ده عنده فيدنج بروبلم، لان البلع عنده ما عندوش مشكله في الاسبريشن، ما عندوش اسبريشن ولا عنده تشوكينج ولا اي حاجه، كل ده اورال، عنده اورال. فهماني يا سالي؟ عشان كده اشتغلنا كل ده، اشتغلنا على الولد ده بالذات سبيسيفيكلي. فلازم تعرفوا ايه الفرايتيز، مش كل عيان زي التاني. العيان ده ما هو البيبي اللي انتوا قدامكم ده، ده ما هو واخد اورال موتور. الاورال موتور ده اللي فصلته الحاتم اللي سال على ده، هديه للولد الاخير؟ لا، ما هو كل اورال موتور. اللي في النيكيو غير الولد الكبير ده، غير الولد اللي عنده اورال افيرجن اللي عمال يرجع، اللي عمال يشوف بس منظر الاكل ويرجع. فاهمين؟ فعشان كده يا ساري مختلفين. تمام يا دكتور، ربنا يخليكي. طب معلش يا دكتور، سؤال تاني بالنسبه للهايبر اكتيف جاج ريفلكس. حضرتك قلت لنا ان ده بيبقى طبعا طفل عنده مشاكل في السنسيتيفيتي، ممكن يبقى هايبر سنسيتيفيتي، او برضو في الليتريتشر برضو ممكن يبقى هايبو سنسيتيفيتي. فهل هيفرق معايا المانجمنت بتاع الجاج ريفلكس مع السنسوري بروبلم، ولا مش فارقه؟ انا كده كده هدخل بالبروتوكول اللي حضرتك قلتي عليه للمانجمنت بتاع الهايبر اكتيف جاج. باللي هي الزيرو زيرو، اللي هي سنسوري ايشو، بدلها بالكول ستيميليشن وخلاص. حتى لو هايبر او فارقه معايا؟ لا، مش هتفرق معايا، مش هتفرق. لكن معظم اللي عنده هايبر اكتيف جاج ريفلكس بيبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي، مش هايبو سنسيتيفيتي. معظمهم بيبقوا هايبر. تمام، ميرسي يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك، ميرسي على المحاضره الرائعه. شكرا يا دكتور، ربنا يخليك. وحشتوني وحشتوني، وانبسطت حضرتك. وربنا ييسر. لو في اي اسئله ممكن بقى على الايه الفونياتريك ايفنتس، لو عندكم اسئله لما تشوفوا المحاضره تاني وتشوفوها تاني وتراجعوها، اوكي؟ وهي اتسجلت، وان شاء الله نبعت اللينك بتاع التسجيل بتاعها، اوكي؟ دكتور سامي، معلش. ها، دي سؤال؟ ها، هو ينفع مع الجاج ريفلكس استخدم الثيرم ستيميليشن ولا لا؟ لا، مش سامعه. الهايبر اكتيف جاج ريفلكس؟
دكتور ينفع استخدم ثيرمال ستيميليشن مع الجاج ريفلكس؟ ايوه ينفع. ايوه ما احنا لسه بنقول الهايبر اكتيف جاج ريفلكس بعمل له ثيرمال ستيميليشن اللي هي بالكولد زيرو زيرو. ايوه بينفع بالكولد ميرور. لا اصل حاجه اسمها يعني دكتور سمير. نعم يعني هوت ستيميليشن. لا الصوت مش واضح لسه معايا. اقصد هوت ستيميليشن حاجه سخنه كان سخن المرايه مش كولد. لا 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 الثيرمال لا الثيرمال ستيميليشن بالسائع بالسائع حتى لو كان هو مش موجود الزيرو زيرو بتاع ممكن مكتوب الايس بوبس اللي هي زي كانه ايس فينجرز كانها موجوده زي بلاستيك كده تتملي تلج وتتعمل مش ريبورتد للسخن خالص ريبورتد الساور ريبورتد الملح الحامضيه لكن مش للصغيرين الكبار اللي بندي لهم الساور ستيمولس ندي لهم مش عارفه ايه الليمون وكلام من ده لكن الصغيرين لا ما انا ما قريتهاش ان ريبورتد اي ثيرمال ستيميليشن بالسخن لا تمام شكرا لك يا رب تمام نشوفكم على خير باي باي لو في اي اسئله بقى على الايه على الـ على الفونياتريك لاونج او الايفنتس شكرا يا دكتور باي 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 شكرا يا دكتور